ملفات ومواضيع جديدة رح نتناولها سوا مع ضيوف جدد خلال ساعتين مباشرة من صباحنا غير. صباح الخير للجميع. صباح الخير، أجمل وأرق التحيات مشاهدينا. يوم جديد وفقرات جديدة متنوعة معكم إيمان هواري ودريد للداوي. إلى أبرز العناوين: في يوم الأسير الفلسطيني نطرح الجانب الحقوقي والصحي للأسرى ما بين المعاناة والحاجة. مبادرة احتفالية اللوز، الفكرة والأهداف. من مجال صحة الأسنان رح نعرف إلى ماذا يؤدي إهمال الأسنان. استسهال الطلاق والبحث عن الحياة المثالية. أما آخراً، ماذا غير أينشتاين في البشرية؟ صباح الخير مجددا. صباح الخير إيمان، كمان صباح الخير دريد. يوم 17 من نيسان، وهو كمان يوم في كتير يعني مناسبتين مميزات، كتير مهم. هو يوم الجلاء لاستيطان الفرنسي عن سوريا، انتهى صحيح. تماما في هذا اليوم، تزامن مع يوم الأسير الفلسطيني. صحيح، يوم كتير مهم، ولذلك رح يكون عندنا فقرات متنوعة ورح نتطرق لموضوع يوم الأسير الفلسطيني. ولكن الآن البداية دريد رح تكون مع أخبار الصحافة، ونبدأ من موقع عرب 48 من خبر من غزة: نفاذ الحليب العلاجي يتهدد الأطفال والمرضى. نعم، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من كارثة صحية تهدد الأطفال المرضى، وذلك بسبب نفاذ الحليب العلاجي في مستشفيات وصيدليات القطاع. وأعلن مدير صيدلية المستشفيات بوزارة الصحة بغزة عن نفاذ الحليب العلاجي بكافة أنواعه من مستشفيات وزارته، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على صحة الأطفال المرضى. من جانبه أكد رئيس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الرنتيسي أن نفاذ أنواع الحليب العلاجي يؤثر سلباً على صحة الأطفال المرضى داخل المستشفى، والذين سيعانون من إسهال مزمن وسوء امتصاص وبالتالي انخفاض أوزانهم. وأوضح أن الأطفال المرضى يعتمدون على حليب الجلاكتومين بشكل أساسي منذ الولادة، وأشار إلى أن هذا الحليب تحديداً لا يتوفر في السوق الخاص ولا تتوفر له بدائل على الإطلاق، علاوة على تكلفته العالية التي تتجاوز $100. نعم نعم، في عرب 48 وعنوان آخر: أهالي يافا يقصدون الاقتحام مقبرة الإسعاف. هذا وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة بها اقتحمت مقبرة الإسعاف الإسلامية في مدينة يافا لحماية طواقم البلدية التي تسعى لنبش الأضرحة وتجريف المقبرة لصالح إنشاء مشروع لواء المشردين على أرضها. وقامت الشرطة بتطويق المقبرة من كافة الجهات ومنعت المواطنين العرب من الوصول إليها، وزجت بالعشرات من عناصرها في محيط المقبرة، فيما يخشى المواطنون من إقدام البلدية على نبش القبور وانتهاك حرمة المقبرة. وننتقل دريد إلى موقع بكرة: الشرطة ساعدونا بالعثور على أسيل كبهة من برتعة. ناشدت الشرطة جمهور المواطنين بمساعدتها للعثور على الشابة أسيل كبهة عمرها 18 عاما من برتعة الشرقية. وقالت الشرطة أن الشابة شوهدت يوم أمس آخر مرة، وقد كانت تلبس على رأسها كساء لونه أسود وجاكيت لونه أزرق. مطلوب من كل من لديه معلومات أن يتصل على رقم 100 أو على 03-906-5500. وإن شاء الله ترجع بالسلامة، ونلاقي مفقودة طبعا. في موقع بكرة أيضا خبر مفاده أن مئات العائلات المقدسية مهددة بالترحيل في سلوان. وزعت طواقم من البلدية الداخلية الإسرائيلية أوامر هدم في منطقة سلوان، وادي يصول وأحياء مختلفة من مدينة القدس بعد يوم واحد من مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار المحكمة المركزية ومحكمة الشؤون المحلية الخاصة بهدم 60 منزلا في سلوان، بحجة أن المنطقة مصنفة منطقة أحراش مستثنية البؤر الاستيطانية لجمعية إلعاد وعترات كهنيم من مسح المنطقة وتنظيمه. وأوضح مركز معلومات وادي حلوي سلوان ولجنة حي وادي يصول في بيان مشترك أن المحكمة الإسرائيلية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية إسرائيلية، ردت طلب استئنافهم والذي قضى بهدم 4 منازل في الحي، وبالتالي فإن المحكمة العليا وافقت وشرعنت هدم المنازل وتشريد السكان البالغ عددهم حوالي 20 فردا كمقدمة لاجتثاث الحي وتهجير أهله.
خبر أخير من موقع بكرة عفواً يقول باريس إطلاق حملات تبرع لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام. لا تزال أصداء الحريق في سقف كاتدرائية نوتردام أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية باريس الذي اندلع يوم أمس الاثنين أدى إلى سقوط سقف برج هذا المعلم بالكامل. وحسب بيانات الحكومة الفرنسية فإن الحريق مرتبط على الأرجح بأعمال ترميم الصرح الشهير. عن مصدر إعلامي في فرنسا، فرنسا حزينة وباريس كلها اليوم كانت في محيط الكنيسة تشاهد أحد أهم معالمها وتاريخها وثقافتها يحترق، إذ وصف الرئيس الفرنسي الحادث بالكارثة التي هزت وجدان الفرنسيين. وحول الخطوات الاحتجاجية قال أطلقت عملية تبرعات لإعادة بناء الكنيسة ليشارك كل الشعب في إعادة إعمار هذا المعلم السياحي الديني العالمي. وإلى الصحافة الفلسطينية، في وكالة وفاء الإخبارية جاء تصريح العاهل الأردني: لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين. شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد العاهل الأردني خلال لقائه في قصر الحسينية أمس الثلاثاء رئيس وأعضاء كتلة الإصلاح النيابية أن الأردن لن يقبل بأن يمارس عليه أي ضغط بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية والقدس. نعم. وكالة وفا وعنوان رئيسي آخر يقول: اشتية لملادينوف، نريد اتحادا دوليا داعما لحل الدولتين. قال رئيس الوزراء محمد شتيه إن الحرب السياسية والمالية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تجابه بتأسيس اتحاد دولي يضم الدول المؤمنة بالقرارات الدولية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته على حدود 67 والقدس عاصمة لها مع حل قضية اللاجئين. وأوضح رئيس الوزراء لدى لقائه منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أن الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية بما يشمل الحديث عن ضم أجزاء من الضفة مدمرة للعملية السياسية، وأن على الأطراف الداعمة لحل الدولتين أن تتآلف في اتحاد يبلور موقفا وإجراءات دولية لمواجهة الموقف الأمريكي والإسرائيلي. ونبقى في وكالة وفا وعنوان آخر: اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تعرب عن أسفها العميق لحريق كاتدرائية نوتردام بفرنسا. نعم، أعربت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين ممثلة برئيسها الوزير رمزي خوري عن أسفها الشديد للحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام التاريخية وسط العاصمة الفرنسية باريس وأدى لانهيار برج الكاتدرائية. وقال الوزير خوري في رسالة وجهها إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن هذا الجزء من التراث العالمي ومعلم المسيحية في فرنسا وتاريخها وكنز ثقافي وهندسي، أود أن أعبر لكم عن أسفنا الشديد وعن تضامننا الكامل مع الحكومة الفرنسية وسكان باريس والمواطنين الفرنسيين وثقتنا الكاملة في وجود الكفاءات لإعادة ترميم هذا المبنى التاريخي الذي عبر العصور سيبقى رمزا من رموز عظمة فرنسا. نعم، في وفا أيضا عنوان ينقل تصريحات موغوريني: الاتحاد الأوروبي لن يعترف أبدا بسيادة إسرائيل على أي أرض احتلتها. جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه لن يعترف أبدا بسيادة إسرائيل على أي أرض احتلتها. وأدانت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني سياسة توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية قائلة: نعتبر هذه السياسة غير قانونية ومخالفة للمعايير الدولية. وقالت: الاتحاد الأوروبي يعتبر أن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يستند إلى حل سلمي للصراع على أساس مبدأ الدولتين، مضيفة: هدفنا الاستراتيجي هو دعم هذه الخطة لإيجاد حل الدولتين والحفاظ على إمكانية إجراء مفاوضات جديدة بين إسرائيل وفلسطين. في موقع تايمز أوف إسرائيل خبر يقول: فيديو يمنع وفدا إسرائيليا من زيارة المنامة. أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن إلغاء وفد إسرائيل مشاركته في مؤتمر ريادة الأعمال المنعقد بالبحرين جاء بعد نشر تنظيم مسلح نشر فيديو رسوم متحركة تحاكي هجوم طائرة مسيرة على وفد إسرائيلي. وأظهر الفيديو الذي نشره تنظيم سرايا وعد الله عبر شبكات التواصل الاجتماعي طائرة مسيرة مسلحة تستهدف فندقا قد تكون البعثة الإسرائيلية ودت النزول فيه، إضافة إلى مركز المؤتمرات الذي يعقد فيه المؤتمر العالمي. نعم،
وتظهر في الفيديو الذي ترافقه عبارات بالعربية والعبرية طائرة إل على، وهي تهبط في مطار البحرين الدولي عند الساعة 8 صباحا في 14 من نيسان. وبعدها ترافق الطائرة مسيرة موكب البعثة، وتظهر في الفيديو كتابة مقر إقامة الوفد، وينتهي الفيديو بتفجير عند مدخل مركز المعارض والمؤتمرات البحرين الدولي ورسالة التحذير الأخير على الشاشة. هذا وقررت البعثة الإسرائيلية الانسحاب يوم الأحد، مشيرة إلى وجود تهديد أمني لم يتم تحديده. هذا كل شيء من الصحافة وعناوين وتفاصيل الأخبار الصحفية لهذا النهار، وننتقل الآن ونتحدث عن يوم الأسير الفلسطيني. وفي الأيام الأخيرة تصدرت عناوين الصحافة وأيضا وسائل الإعلام قضية مفاوضات الأسرى وشؤونهم، وبيوم الأسير الفلسطيني لابد من تسليط الضوء على أهم القضايا المتعلقة بهذا الشأن. يمثل يوم الأسير الفلسطيني وقفة وفاء لمن دفعوا حريتهم ثمنا لمواقفهم في سبيل الوطن. بهذه المناسبة نلتقي سيدة كافحت ودافعت كثيرا عن الأسرى وقضاياهم، السيدة عبير بكر، محامية وناشطة بمجال حقوق الإنسان. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير لإلك. معطيات رصد عام للأسرى، بنحكي بالغين، قاصرات، نأخذ منك معلومات، زودينا بالمضمون حتى الصورة العامة والشمولية. عبير، من ناحية معطيات الأرقام يعني ما عم تتغير بالسنوات الأخيرة، في فترات معينة عم نشوف في تزايد في عدد الاعتقالات. يعني بالأربع أشهر الأخيرة من 2019، من بداية يناير 2019 لإسا عم نحكي على 1600 معتقل، اللي هي طبعا واضح أن واحدة من الظواهر الأبرز مع الفلسطينيين هي الاعتقالات الجماعية والمتكررة. عامة يتراوح العدد بين 5700 إلى 6000. 10% يعني عندنا أحكام مؤبدة، هاي النسبة عادة بتكون ما بين الأسرى أطفال اللي هن موجودين القصر دون سنة 18 في السجون عوفر ما جدوا، ومؤخرا أيضا الدمون، يعني اللي ظروفه كتير صعبة، تم نقل 23 أسير قاصر إلى هذا السجن. نعم. عددهن القصر يعني يتراوح ما بين 150-200. الأسيرات طبعا طبيعة الحال عددهن دائما أقل، حاليا على ما يعني أظن 25 أسيرة، وقد يكون هذا يعني مش متأكد بس هذا الأرقام بالضبط. عبير، يعني وفق الإحصائيات الرسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى للتحديد، فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى نحو 5700 أسير، من بينهم 48 سيدة، 230 طفل، و500 معتقل إداري. رح نفوت بكتير تفاصيل، لكن نصبح بالخير معنا أيضا المعالج أمين خليلي. صباح الخير لحضرتك. صباح الورد. أهلا وسهلا فيك جميعا. حضرتك معالج يعمل منذ سنوات في إطار أطباء بدون حدود والجانب الصحي وكل المعاناة اللي بعانوها الأسرى المعتقلين، رح ندخل في هذا المضمار بكل تأكيد. وعندنا أيضا أمين معطيات، يعني حسب الإحصائيات في شؤون الأسرى بنيسان 2018 للعام المنصرم، بين عدد الأسرى المرضى رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى 1800 أسير، وبشكل نسبة 27.7%، ومجموع الأسرى اللي ببلغ عددهن 6500 أسير. مرضى 700 أسير بحاجة لتدخل فوري. نعم. احكينا عن حال الأسرى والحال الصحي. طبعا 700 أسير طبعا هن متفاوتين، مرات بيكونوا أكثر مرات أقل، الحالات الصحية متفاوتة، في منهن اللي عندهم أمراض سرطان، في أمراض بالمفاصل، أمراض مزمنة اللي بحاجة لتدخل علاجي فوري، ولكن السجون الإسرائيلية لا تتعاون أو لا تعطي ولا تقدم الخدمات الصحية اللازمة. طبعا في مفاوضات بنحاول إحنا ندخل محامية، ناس من اللي عندهم اختصاصات في هذا الأمر، دون جدوى دون جدوى. بيجي دور عبير طبعا هون. نعم. نكمل احنا رح نكون يعني دورات كل الوقت مع عبير ومع استاذ امين بكل ما يتعلق بشؤون الأسرى، بس عبير بدايه خلينا نستعرض من خلالك يعني النظره الحقوقيه لاكثر الانتهاكات اللي بتعرضوا لها الأسرى الفلسطينيه. شوفي، انا قبل يومين كنت بالصدفه زياره لواحد من موكلي النائب السابق باسل غطاس، اللي هو عم بعالج امور عديده عالجت في قضيته، وكنت في زياره لإله اطمئن على حاله، فقال لي جمله مش رح انساها، قال لي كل تجربة الأسير لكل أسير ممكن اختزالها بالأساس إذا في عذاب حقيقي
أكثر من عذاب حتى يعني قطع الأواصر مع العيلة وقطع العلاقات، وهي هي هي إشي تحصيل حاصل لكل سجن وسلب حرية إنك أنت تنقطع عن العالم الخارجي وما إلى ذلك. ولكن موضوع البوسطة ما يسمى الترحيل بعدم علم الأهل حتى. البوسطة هاي المركبة، السيارة اللي بيتم فيها نقل الأسير من منطقة لأخرى، يعني من المحكمة، من السجن للمحكمة، من المحكمة للمستشفى، من أسرى بدون معدات، بدون أمور اللي حاجة للمرضى بالأساس، المرضى على سبيل المثال اللي هي شو هاي مركبة حاجة زي المفروض إنه المرضى ينتقلوا في إسعاف خاص لحالات خاصة. تمام. اللي ممكن يكون معدات طبية يحتاجها المريض خلال نقله من السجن لمستشفى قبل المرضى، يعني ناخد حتى الشخص غير المريض، عشان أنا أنقل نفرض من سجن تعب الشمال أنتوا لأنه أهون لكم الدمون والجلمي. تمام. أوكي، هذا شغلة 20 دقيقة نص ساعة أقصى حد أنا عشان أنقل سجين من هاي الشغلة، ممكن تأخذ مع مصلحة السجون 10 ساعات. ليش؟ مش لأن بياخذوا السيارة بمرقوا فيها على كل السجون بيقعدوا يعبوا. إسا شو يعني بيقعدوا يعبوا؟ السجين الأسير يضطر إلى أنه ينتظر داخل هاي المركبة بظروف الحمو أحيانا، وكتير مرات وصلتنا حالات لأن ما قدروا أنهم يذهبوا للمرحاض، وفيش طبعا طعام، درجة حرارة عالية بيطفوا المكيف، كان عذاب. وهذا يعني باسل لما حكى لي قلت لي ممكن اختزال العذاب بهاي الموضوع، يعني كلكم وموضوع البوسطكم. طبعا احنا لجأنا للمحكمة في موضوع هذا الموضوع قبل سنوات، قدمت التماس باسم اطباء لحقوق الانسان واسم عدالة انذاك ب 2008. المحكمة شكرتنا، قالت شكرا، هذا الموضوع كثير كثير بقلقنا 11 سنة عبير. اوكي، والى الان تغير، ما زال نفس العذاب، ما زال المحاكم بتقول في تراجع حتى في الحالات الصحية لكثير من الأسرى الموجودين وبحاجة لتدخل فعلا فوري. أمين، وصف بشكل عيني، احكي لنا أعطينا حالات، حالة معينة. أنا بتذكرش أشياء بشكل شخصي، ولكن في الفترة الأخيرة بنلاحظ أنه كثير من المرضى السرطان اللي بحاجة ل تدخل فوري للعلاج الخيموثيرابيا ما يسمى، كثير من المرضى أو التدخل من قبل سلطات السجون بتمنع نقل هاي المرضى للمستشفيات الخاصة، ومنلاحظ انه في تراجع في الحالات الصحيه بشكل جذري. وبنعرف انه مرضى السرطان بحاجه لعنايه خاصه. صحيح. وشروط خاصه كمان، شروط صحيه خاصه. نعم 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 اكيد. عبير، احتياجات وبسلم اولويات الاسرى اذا كانوا ذكور ام نساء، ورح نتطرق بعد قليل للنساء الحوامل ايضا بمعاناتهم في السجون، ونسمع راي كمان امين. سلم اولويات المطالب للسجون الاسرى، حرية هي أهم شيء. أكيد. وكل أسير إذا بتمنى إشي بتمنى الحرية. طبعا الأغلب يعني حتى المنظومة الموجودة لحتى الشخص يبكر من ترويحته على البيت، المنظومة القانونية الموجودة لا تسري على الأسرى الفلسطينيين، يتم استثنائهم بشكل أنه المعايير اللي يجب أن يستوفيها أي أسير أو أسيرة حتى يتم اختزال جزء أو تنقيص جزء معين من حكمه هي كتير صعبة لحتى تسري عليه بسبب التصنيف الأمني داخل السجون. ولكن الأسرى، وعلى فكرة إحنا اليوم يعني نحيي يوم الأسير ومظبوط عم نحكي على المعاناة، لكن علينا أن نحيي اليوم بالذات خلافا لسنوات سابقة، فكان في انتصار كبير للأسرة لمعركة خاضوها بعدد قليل من الأيام لإضراب مفتوح عن الطعام اللي قدروا يحصلوا فيها بتوقيت عصيب أمرين. أولا تحسين ظروف أسرهم بموضوع أن يحطوا تلفون عمومي داخل، تعرف قديش صلهن الأسرة يحاربوا، وإدخال الهواتف الخليوية على فكرة بشكل غير قانوني جاء نتيجة تعنت مصلحة السجون بداش تخلي هالتلفون يكون بالقسم يخلي الواحد يحكي مع ابنه مرة بالأسبوع. فلذلك لجأوا الأسرة لموضوع تهريب التلفونات، ويعني ذكرت النائب بأس الغطاس كمان جاء هو من محل إنساني لهذا الموضوع لما قام في عملية التهريب. ولكن
هذا الانتصار ليش مهم كان الجانب الثاني عدا عن الحقوقي؟ انه كان في صرنا في سنوات ما عم نشهد ربط ما بين اضراب الاسرى الداخل لبين الحركه السياسيه برا. كان في عمليا كتير إشي تشابك، يعني انه حل موضوع الاسرى داخل السجون كان مرتبط ايضا بحل الازمه الراهنه في غزه وكل موضوع الاحتجاجات على الجدار طبعاً. فبالتالي رجعنا سياسنا موضوع الاسرى طبعاً. الاسرى بالسنوات الاخيره الاعتقالات الاداريه وايضا الميدانيه في الموضوع قبل حتى الاداريه. انا عم بقولك انه فيهم إشي كبير صار اللي ولا حدا كتير منتبه له، بس احنا عم نرجع للحركه الاسيره امجادها والمكان السياسي لها. دائما تعاملنا مع الاسرى ان عم نتعامل مؤخرا حقوقه انتهكات وحقوقه يا مسكين ويا حرام ونقلوا وعملوا، بس نسينا انه في إشي اسمه حركه اسيره حصلت حقوقها بايديها من دون ما ألجأ للمحاكم. هذا الإشي مؤخرا ثبت، حسب رايي اليوم لازم يكون يوم احتفال بالانجاز طبعا مع ذكر المعاناه، ولكن في إشي كبير صار ولازم نشدد ويعني ونحيي الاسرى على صمودهن وعلى انه بالاخر قدروا يلبوا احتياجاتهم بذات من دون حتى استعمال عنف على فكره، يعني ما لجأوا لاي طريقه اللي هي غير قانونيه اضربوا عن الطعام. استاذ امين، يعني بنفس السياق وبما انه بنحكي عن الوضع الصحي، يعني عدم تقديم وجبات غذائيه صحيه للاسرى اللي بتتماشى وبتتلائم مع اوضاعهم الصحيه مثل مرضى القلب مثل مرضى الكلى مثل مرضى السكري، يعني الى اي مدى كمان هذا التجاهل يعني يعتبر اخفاق في حمايه ورعايه صحه الاسرى؟ طبعا انتهاكات لحقوق السجين او الاسير في بالذات لمرضى السكري، مريض السكري اللي ممكن يرتفع او ينخفض مستوى السكر في الدم خلال فتره بسيطه نتيجه للجهد النفسي او المعاناه النفسيه اللي ممكن تؤدي لتراجع في حاله الصحيه تبع الاسير. كثير من المرضى بيعانوا، كثير من المرضى بيصلوا لدرجه انه السكري بينخفض وحاله اغماء. هذا خطر، ممكن يعني مراحل خطرة جدا. نعم طبعا انخفاض نسبة السكر في الدم هي أخطر بكثير من أنه يرتفع مستوى السكر في الدم، بيؤدي لأنه حالة الأسير تتراجع. وكثير كيف تفضلت الأخت المحامية أنه نقل الأسير أو التوجه أو تقديم المساعدة الصحية الأساسية بأخذ وقت كبير، مما بيؤدي لأنه الحالة الصحية تبعت المريض تتراجع خلال فترة بسيطة جدا. اللي أمور من هاي النوع لازم بشكل فوري وسريع جدا نقدم الخدمات الطبية الأساسية لمريض أو بالأحرى لمريض السكري أو سائر المرضى أو الأسرى الموجودين في السجن. استغلال الجانب الصحي عبير الممارس على الأسرى إذا كان جريح أو مصاب ووضعه تحت الاستجواب والضغط عليه للاعتراف أو تلقينه بعد الاعترافات قانونيا الأمر غير قانوني، بس ولكن مؤخرا يعني عالجنا قضية أو كان في قضية اللي نشر عنها في المحكمة العليا، وصل موضوع تعذيب أسير فلسطيني بغرف التحقيق، وإجت الدولة اعترفت جهاز الأمن العام اعترف أنه كان في استعمال طرق تحقيق اللي هي غير اعتيادية بمعنى تعذيب هاي المصطلح. ولما واحدة من الأمور اللي أثيرت أنه الشخص تقيأ، الشخص أغمى عليه، كان في كتير أمور اللي يعني الشكوى تطرقت إليها. وماذا إيش جمعية المناهضة التعذيب هي اللي كشفت أيضا إنه كان في طبيب متواجد في غرفة التحقيق اللي هذا بحد ذاته يعني بحد ذاته بسوى شكوى ضد الطبيب لأنه شريك عمليا لعملية التعذيب. لا مش بس إنهم بيستغلوا وضع صحي، بيجيبوا طبيب لحتى يأهل، يعني يقول فحصت السجين مش يعني مختص أصلا نعم. بيكون مش مختص في الحالة الطبية الموجودة عندنا. نعم. هاي من إحدى الشغلات فعلا متأسف جدا إني بقاطعك. كثير من المرضى كثير من المرضى اللي بحاجة لأخصائيين كمرضى السكري أو بتر الأعضاء أو يعني عارف أمراض القلب طبعاً. اللي بتلاقي بس الدكتور الموجود أو بيعالج جميع طبقات المرضى الموجودين عندنا هو طبيب واحد وغير مختص في حبة أكامول أو حبة أوبتالجين اللي أدوية غير ملائمة. نعم اللي غير ملائمة ولا تجدي بنتائج. حابة تفوت على المنتهي الصلاحية الأدوية المنتهي الصلاحية؟
أنا بتكل إشي قانوني يعني. أوكي. إحنا بندخل عليه. أوكي. بس بدي أكمل النقطة. شخص جريح واضح إنه بده علاج، وهاي موضوع إنه أوكي احكي جملتين الجايات على أساس يات الطبيب قدامك، لأنه يعني في هنا وضعية نفسية بيحطوا إنه الدكتور هنا، إحنا مش رح نحرمك من الطبيب موجود غرفة التحب، بس إنه مشي معنا. هاي كتير بتشتغل على نفسية، يعني تخيل أنت حتى إسا بحاجة لمرحاض، بديش أقول مريض، بديش أقول جريح، بحاجة لمرحاض ماسي لمرحاض، ويكونوا يقولوا لك أعطيني هالجملتين نروح على المرح تعطي، لأنه في حاجة إنسانية طبعا ملحة، وبتصير تقول شو بدي يصير بعدين. بحكي إنه المشكلة كمان عند الشخص المعتقل، بفكر إنه أوكي بعطين شو بدهن، بس بعدين رح أحكي إنه أنا غصب عني أعطيتن، ما حدا رح يصدقك بعدين. هاي المشكلة، لأنه صار في انتزاع على اعتراف. طبعا أخذوا وعملوها وصاغوها بشكل هالقد اللي بين الصحيح للاعتراف، اللي من الصعب جدا، صعب جدا أنك تيجي وتقول هذا الاعتراف انتزع مني بشكل غير قانوني. وهي حيل التحقيق المعروفة لدى الأجهزة الأمن الإسرائيلية. مؤخرا المحكمة العليا أيضا شرعنت هذا الموضوع، واللي هو سيء جدا يعني. كان في قرار محكمة عليا اللي قال مسموح أعذب بشروط معينة، وإحنا بنقول التعذيب محظور نقطة، فيش ممنوع تقول بشروط معينة أنا بقدر أعذب، محظور. والمحكمة سابقا أقرت التعذيب هو تعذيب يعني. بالضبط. لا، وممنوع، زي ممنوع تمر إيه أحمر أحمر، ممنوع تمر إيه أحمر، هاد رمزور ممنوع تمر إيه، فيش ابني بالمستشفى أنا ابني ورا عم ببكي مجبورة أمره، لا، حتى لو ابنك عم بيبكي ورا ومريض جدا، رمزور أحمر رمزور أحمر. هاي القوانين مش بالضبط منلاقيها بغرف التحقيق، خاصة مع الفلسطينيين. عبير، بهذا السياق اللي أنت عم تحكي عنه، هذا المشهد يعني المؤسف والمريع حسب رأيي، واللي هو يعني قاسي جدا يعني، وأسوأ صور الانتهاكات، إذا بدنا نفحص أين تقع إسرائيل نسبة لدول العالم من حيث الحفاظ على حقوق الأسرة، هل في معطيات أو طلع بتعالى مع مين بدك تقارني؟ أنا دائما أول ما ألجأ للمحكمة العليا أول جملة بحكيها جملتين فجأة بقولوا لي فأتي بدول تاني شو بيصير؟ فقالن تعالوا نشوف، بتكون نقارن حالنا بأوروبا دول أوروبية، ولا بتكون أجي ألجأ لسوريا المغرب ليبيا عشان أنا مطلعة، فبقولن في ليبيا في تعذيب، وفي المغرب في تعذيب، وبسوريا في تعذيب، بس بتكون هناك هذا يعني يكون مقارنة، ولا إنه أنتوا كيف بتعرفوا حالكم؟ هاي دولي تعرف حالك ديمقراطية. صحيح. وتبنت بقوانينها كل المعايير الأساسية لحماية حقوق السجناء والأسرة. مع الفلسطينيين في عنا كمان وثيقة جنيف الثالثة والرابعة يسري عليهم، فلذلك أنت كدولة عرفتي حالك أنك أنت تتبع لنظام معين في معايير معينة، أنا رح أقارنك مع اللي زيك. صحيح. بمعنى فنلندا أنا بدي أقارنك بأوروبا، بدي أخذ فنلندا، بدي أخذ إنجلترا، حتى مش أمريكا، أمريكا أصعب في يعني، أمريكا عندها استخدام كبير جدا لموضوع العزل وكتير سيء. وكمان مرة، وهي كمان بقولها للقضاء، أنا بدي هون أعيش بمحل اللي هو يكون القدوة. أنتوا ليش زعلانين؟ نعم. جايين نحسن إنه أنتوا كونوا قدوة لكل، في مشكلة مع الموضوع. فلذلك إذا بنقارنها مع الدول الأوروبية طبعاً الوضع سيء وسيء جداً، وحتى مع المدنيين مش بس مع الفلسطينيين نسبة للدولة الديمقراطية. طبعاً. بس السؤال يعني إذا إحنا عملنا منقارن في هاي الحال مع دول أخرى، هل بتتماشى مع القوانين الدولية الأخرى؟ يعني محافل أجسام؟ في المعايير اللي تبنوها أغلب الدول الديمقراطية هي معايير بالأمم المتحدة معروفة لحماية الحقوق، أدنى حقوق للأسرة، وهاي المعايير هنا يتم وكأنه استيعابها، تم استيعابها بداخل قرارات المحكمة العليا. على أرض الواقع تعال معي يوم على السجن، يعني دخول المحامي إلى السجن أوكي، يعني أنه أنا بفوت على الساعة 8 حتى لجلسات معينة، بعرفش أنت بطلع، وإذا بطلع على 5 بدأ أكون لا ماكلي ولا شارب، عم بحكيك أنا مش سجيني، أنا جاي من برا، المفروض يتعاملوا معي أنه أنا بمحكمة شوي بعيدة. يعني بديش أحكيكم كمان على كل مباني القديمة، المراحيض، الأجواء. لا لا، أحكي لنا عبير. لا أحكي لنا. أولا مباني السجون هي مش مباني جديدة، مباني قديمة جدا، فطبيعة الحال بدك تحط بني آدم في غرفة، يعني موضوع الرطوبة، وفي إشي بقولوا له السجنة بكبك، بعرفش إيش يعني بالعربي، بكبك اللي هو البقبق، حشرة اللي هاي مفهومة، حشرات صغيرة جدا طبعا طبعا. إسا مزعجة، أكل تبقى أكل بتكون بالفراش وبالتلاقيها أحيانا في الأكل، هاي من إحدى أساليب التعذيب لا ضغط، وسيلة ضغط على الأسرة لا نأخذ منهن معلومات أو نحاول نضغط عليهن لتحقيق
أهداف التحقيق. أهداف سياسية. يعني وكأنه من وراء هاي الشروط في وعودات إنه إذا بتعترف منحسن الشروط مزبوط. الغذائية والحياتية تبعتها. لا في أوكي في نفرق في ما يجري داخل غرف التحقيق اللي هي المرحلة اللي بعده مش معترف أو بعده ما فيش لائحة اتهام ضده. وفي بعد ما ينحكم بني آدم حكم عليه 5 سنوات. تعال نشوف كيف هاي 5 سنوات بده يؤديها داخل السجن. نأخذ الحالة الفلسطينية غير موضوع أنه الزيارات قليلة للأهالي وأحياناً انقطاع غير هاي الظروف اللي يقصت القطاع أنه انقطع عن عالمه الخارجي وخاصة ثقافته الخارجية ما في تلفون ما في أي شيء في ظروف الحياتية اليومية يعني هو بيصير شو معركته أكم من ساعة أطلع برا على ساحة اللي بتكون شو 4 متر الفورة طبعا. على أساس بس شوي ألمس إنه في ضوء ضي بدي ضي أيوة. بدي ضوء ضوء هوا ومش دائما الشمس يعني مش إنه شمس مشعة وفي على فكرة يعني في كان في تلفيق بالإعلام الإسرائيلي وكأنه بجلبوع يخرج مندوب عن الأسرة وبعد على ال وكأنه الحشيش الأخضر ويتسفع هذا كذب فيش هيك إشي هذا كله إشي يعني تحريض اللي عم بيكون وكأننا عايشين بجنة ولا مسلوب حرية عايش بجنة يمكن في سجن الحرمون اللي فيه مدنيين حد المغار هناك تأهيلي أهون شوي دائما أكثر من المعتقلين أهون سياسيا طبعا المعتقلين اللي مصنفين أمنيين يتم أولا غالبيتهم موجودين في السجون جدا بعيدة فمعاناة الأهل كمان بتكون أكبر فبالتالي طبعا وهذا اللي بصعب حتى بصير الأسير بدوش يتعب أهله بصير يحس بالذنب إنه العيلة جاي لعنده تزوره والعيلة من كل يعني من قلبه ربي جو بزوره بس بصير عنده زي ضائق وتحس إنه أنا كمان سجني وكمان أنا بعيد عن عيلتي وكمان عم بغلبهن فإنهم يجوا مسافات أنت وهي كتير بيعمل أزمات نفسية صح. يعني. طبعا صح. لذلك السجون غير الإشي النفسي الجسدي كمان في معاناة للظروف في رطوبة عالية أكل الأسرة الفلسطينية عندهن ترتيبات خاصة للأكل لأنه هن بيدفعوا عمليًا هن بيدفعوا أكلهن على فكرة المدنيين نفرض كتير شكاوي كنت أقدمها بقسمهن إنه الرز نفرض الأرز كتير ناشف يابس الكمية قليلة مرة أنا بتذكر شخص اللي خجلان يصل محكمة يقول لي إيش ده أوقف قدام القاضي أقول له جوعان يعني بشبع بيجبولنا كميات قليلة ورج يعني شخص اللي بده كمية أعلى فبقولوا لك في قوانين هاي اللائحة أنت مسمح لك هاي الكمية فالمعاناة كتير أكتر من إيش إحنا حتى منفكر بس اللي داء السجن تصور إنه الحالات النفسية اللي بفوت فيها الأسرة فيش معالج نفسي واحد بتوجه أبداً. أي أسير طبعا هاي نقطة كتير مهمة طبعا هاي شغلات من الشغلات البديهية الأساسية لتقديم إحدى العلاجات للمرضى صح. في داخل السجون اللي نتيجة للظروف اللي هن بحكموا عليهن ما بدخلوا في حالات نفسية وبنفس الوقت فيش علاج لهذا الأمر أصلا النساء الأسيرات في السجن الدمون أنا ولا بذكر بحياتي زرت أسيري وما لاحظت أنه عندها ضائقة حتى أنا مش مشخصة أنا مش معالجة لكن أنت بتقعد بتشوف أنه هاي امرأة بحاجة ماسة لأخصائي نفسي يقعد معها لأنه تأثيرات الأسر عليهم بيكون كبيرة خاصة الأمهات طبعاً. الابتعاد الأم عن أولادها هاي بتخيل أكتر إشي يمس بالأسيري وهذا أكتر إشي بحطم معنوياتها خاصة أنه حتى لما يجوا أولادها على السجن لا تستطيع أن تلمس الأطفال إلا في دقائق معدودة بس إذا مر بالأكم يعني في عذاب نفسي وغير الإحساس بالذنب يعني ممكن أنه هي عاملة إشي عن اقتناع ممكن إنه ما دفعها نعم. إلى الذهاب إلى يعني هذا الحاجز أو ذاك مع سكين رغبة في الابتعاد عن موضوع نعم. تاني شائك عندها بالبيت نسمع من نسمع من أمين على الأسيرات وخاصة بعدك بإذنك توصف لنا الحالي وإيش المفروض يكون حتى للأسيرات اللي بدخلوا على السجون أصلا حوامل أنا طبعا كنت راح أتطرق لو سؤالك حلو ووجيه بقول إنه في قسم من الأسيرات اللي في حالة ولادي في حالة ولادي ما بيخلون تصور قديش المرأة بتعاني خلال فترة الولادة ما بيخلون مع المقيدات في الإجرين وفي الإيدين طب ويتخلف ويتخلف بالمقيدة بالإيدين والإجرين خلال حالة الولادة يعني خلال ويتخلف ما بيعطوها حتى الحرية في إنها يعني تأخذ مجرى الولادة الطبيعي لمرأة اللي عمال تخلف بشكل حر طليق حتى ويتخلف
مؤسف يعني امر مؤسف جدا امر عن جد مؤسف جدا تصور انه قديش المراه كمان بتفوت في حاله نفسيه صعبه جدا صح يعني بطلب انه فكوا عني الحدايد خليني اخذ حريتي حتى في خلال الولاده وهذا الامر كمان بيكون وهدف القيود هاي هي انك تمنعها انها تهرب او تاذيك سجان حاله امراه عم بتولد انو هرب من دي غير وجع وعذاب الولاده كمان كيف بدها تهرب يعني كيف بدها تهرب في الم بيؤدي لحاله نفسيه كمان صح. طيب عبير بهذا السياق بهاي المشاهد يعني القاسية جدا اللي عن جد يعني لا يحتملها منطق ولا إنسانية على وجه الكرة الأرضية يعني شو هي آليات مكافحة صور القمع اللي موجودة يعني بناء على هاي المشاهد بناء على هاي الحالات المعروفة يعني ذكرتي إنه في توجه للمحكمة استئنافات يعني وين الأمور عالقة غير كافي عملنا عملنا القانوني غير كافي فيش عندك أولا دائما يعني هاي أكثر من مرة حكيتها كمان عنكم صح. أي مؤسسة جدية عنا بالبلاد لمخدم موضوع الأسرة والسجناء على فكرة كموضوع يعني تمهننه بمفهوم انه يسوم مهنيا انه احنا هذا هو موضوعنا نروح للمحاكم مش في عداله لموضوع الاقليه العربيه وكانه هذا هو مهنيتها بهذا وتخصصت وابدعت في هذا الموضوع فبدك مؤسسه تاخذ بس هذا الموضوع تفرض على مصلحه السجون زيارات من قبل الناس انت يعني كلياتكم لكم الحق في انكم تشوفوا وين هاي الناس عايشه وكيف عايشه ليش انا كمواطن ما لي الحق اني اعرف كيف جاري اللي عشان عمل حد سرق وقتل حدا ممكن يكون موجود بالسجن انا مهم لي اعرف كيف بانو ظروف لانه مهم لي استغل قوتي والمره الجايه بتعرف شو اصوت بالكنيسة للي بده يحسن ظروفه نفرض فهاي الشفافيه غير موجوده بدك مؤسسه اللي تاخذ هذا الموضوع للاخر تمسك مصلحة السجون وتقول أنا هدفي بالأخير تحسين ظروف الأسر والسجن وضحي لي شغلي لما الأسير بدخل لحالة إضراب أو مجموعة أسر بدخل لحالة إضراب السجان ليه بخاف؟ ليش عم بسأل هذا السؤال؟ خوفه أنه يقلب عليه العالم وما يقعد؟ ما هو مسبقا غير مكترث العالم لأحوال الأسرة وغير الأسرة من وين خوف السجان؟ أنا بقولك منين الخوف؟ لأنه أسهل إشي انك تتعامل مع السجناء بمفهوم عنف يعني تقول عملنا لهم هيك لانه حاولوا يطعنونا حرقوا الغرفه فالناس راسا بتقول كمان سجين وكمان بتحرق غرفتك عاده بتتضامن مع السجان بحاله الاضراب عن الطعام هذا شخص ما مش دائمك مش عامل لك اي شيء مش ضارك بقول لك انا عم بدفع ثمن بجسدي انا بدي اضحي بجسدي في سبيل احقاق حق معين السجان في مأزق عندك طبعاً. بني آدم بده رغبة المطلب إنساني مش عم بيطلب لا بدكم تروحوني اليوم مطالب بسيطة جدا مطالب بسيطة وعم بقول لك أنا مش مقدم عليك مش ضاربك مش حتى أنا التضامن إحدى الأسرة مع أسير ثاني مرات يعني تصور أنه بيصل لحالة صحية متدنية ولجنة السجناء أو الأسرة في الداخل يعني السجين مفهوم. أو معاملة غير سليمة ما بتتعامل مع الأسير بعد التدني الصحي في شكل سليم ما بتعطيه الخدمات الصحية الكاملة حتى تساعده أنه يتضامن حتى التضامن أنه أنا كأسير أتضامن مع شقيقي أو جاري الأسير في نفس السجن بمنعوهن في عدم منع أو تقديم الخدمات الصحية اللازمة أمين كلمة أخيرة بتحب توجهها لمن له مسؤول أو صاحب منصب أو للأسرة حتى تحديدا إذا بتحب طبعا تحية إجلال وتقدير للأسرة والسجناء في القامعين في السجون الإسرائيلية منقدم طلب أو توجيه لجميع أعضاء الكنيسة اللي اخترناهن هاي المرة إنهم يتجاوبوا ويتعاملوا مع قضية الأسرة والسجناء القامعين في والمعاناة اللي بيعانوها السجناء حتى نحاول نحل قدر الإمكان المشاكل ونتعاون معهن في حل مشاكلهم وتحسين ظروف الأسرة طبعا نضم صوتنا لصوتك أكيد بكل تأكيد نسمع من عبير أيضا كمان. طلع في يعني شقين لإجابتي أولا عامة سواء للأسير الفلسطيني أم لسجين عامة كل مسلوب حرية داخل السجون أنا بفكر أنه في إذا إحنا بنطمح لمجتمع اللي هو مجتمع راقي أكثر مجتمع أقل عنف مجتمع اللي هو أنا أحس في أمان عليا
أن أبدأ بالاهتمام بهاي الناس اللي داخل السجون، لأنه أنا أي إشي بحسن لما أحسن من أوضاعهم فبخلق منهم إنسان أيضا أفضل بيطلع خارج السجون. عم بحكي عامة بالنسبة للأسرى الفلسطينيين تحت سين ظروف الاعتقال والسجن هو أمر طبعا مهم، ولكن يجب أن نتذكر أنه الموضوع بأساسه وجوهره سياسي. صحيح. يجب أن نسعى لإيجاد الحلول السياسية لإطلاق سراحهم. هؤلاء ناس اللي هني ما يعني بمعظمهم دخلوا مع وعد اللي الحل السياسي وإقامة دولة فلسطينية راح تحررنا. أنا بتأمل أنه نسعى لإيجاد حل سياسي، وهذا الحل السياسي يجب أن يضعهم في أول سلم الأولويات. صح. عبير بكر جزيل الشكر لك، أمين خلالي جزيل الشكر لك. شكرا لكم. الله يفك أسر كل أسير مظلوم وسجين مظلوم. شكرا لحضوركم، أهلا بكم. نعم، شؤون الأسرة يا إيمان. طبعا شؤون الأسرة من يعني أهم المواضيع المؤلمة، وبعد هاي خلنا نقول الشهادات اللي سمعناها من المحامية عبير بكر والسيد أمين خلايلي، كتير مهم إنه نأخذ هاي التوصيات حسب رأيي. عن جد توصيات كتير كتير إنسانية ونبيلة جدا، محزنة. وتحية لأسرانا البواسل الصامدين بهذا اليوم، وإن شاء الله على أمل إنه ما يضل أسير موجود بالسجون الإسرائيلية، والحرية كتير غالية إن شاء الله. وننتقل الآن لفقرتنا الثانية مع السوفت نيوز، الأخبار المتفرقة من حول العالم. ونبدأ من خبر في صفوري، العثور على عملة ذهبية رومانية عمرها 1600 عام. صحيح صحيح، هذا حدث في منطقة زراعية قرب صفوري، وجاء أن 4 طلاب من مدرسة إعدادية كانوا يقومون بجولة في منطقة صفوري عندما عثروا على العملة الذهبية. وبحسب سلطة الآثار التي تم إبلاؤها، فإن الحديث عن سوليدوس، وهي عملة ذهبية سكت في القسطنطينية قديما. ومن اللافت أن هذه العملة كانت معروفة في الجزء الشرقي من الإمبراطورية البيزنطية، إلا أنه للمرة الأولى يتم العثور على مثلها في البلاد. وتحمل العملة صورة القيصر ثيودوسيوس، وعلى الوجه الثاني صورة آلهة النصر فيكتوريا، وهي تحمل صليبا كبيرا في عهد ثيودوسيوس الثاني في السنوات 420 حتى 423 بعد الميلاد. هذا كنز اللي كان بيديه طبعا، يعني عملة أثرية. نعم. شيء هيك جميل ومؤثر. ومننطلق كمان للمرة الأولى على الإطلاق كمان موضوع هيك اكتشاف، اللي هو فتح توابيت فرعونية في بث مباشر للمشاهدين. صحيح صحيح، قررت قناة ديسكفري الأمريكية بث لحظات فتح مقبرة لمومياء مصرية، وأن القبر التابع لأحد نبلاء مصر القديمة مباشرة خلال برنامج تلفزيوني على القناة، والذي شارك فيه عالم المصريات زاهي حواس وبإشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار في مصر. ويشتبه الباحثون في أن المقبرة التي تم اكتشافها في شباط العام الماضي في محافظة المنيا جنوب القاهرة تعود إلى أحد النبلاء من الفراعنة واسمه عمواس، ومن المقرر أن يتنقل فريق البحث في شبكة تحت الأرض مكونة من عدة أنفاق وغرف، حيث وضعت 40 مومياء يعتقد أنها تعود إلى أعضاء في النخبة النبيلة المصرية القديمة. من اكتشاف؟ إلى أبحاث ودراسة جديدة بالعنوان الذكاء الاصطناعي يحدد موعد الوفاة. استخدم باحثون في لندن الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التنبؤ بالأيام الأخيرة لأصحاب الأمراض المزمنة، إذ قام العلماء بتوظيف العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الصحية للمرضى لأجل التنبؤ بخطر الوفاة المبكرة لشخص ما. صحيح، فقد حدد نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا بشكل صحيح مخاطر 76% من المرضى الذين ماتوا في عمر مبكر، بينما حددت الخوارزميات التقليدية فقط حوالي 44% من المرضى الذين كانوا معرضين للخطر لخطر انخفاض متوسط العمر المتوقع. وقال الباحث الرئيس في الدراسة، لقد خطونا خطوة كبيرة إلى الأمام، وأننا نستخدم أجهزة الكمبيوتر لإنشاء نماذج جديدة للتنبؤ بمخاطر تأخذ في عين الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل ونمط الحياة لكل فرد يتم تقييمه بحسبه، وحتى استهلاكهم من الفواكه والخضروات واللحوم يوميا. نعم نعم، يعني الأهداف الطبية دورت بفكر أنه كتير صحي ومنيح، بس أنا ما كنتش بحب أعرف وانت بدي أموت. لا، من غير شر، بعيد الشر. خلي الإشي بالغيب. بالضبط، لو عرفنا كان اخترنا اللي احنا فيه. نختار الحياة على ما انت عليه. نختار الحياة. علماء وبحث جديد ايضا من عالم الصحة، الكحول يواصل تدمير الدماغ بعد 6 أسابيع من التوقف عن تعاطيه.
استنتجت مجموعة علماء دولية من إسبانيا وألمانيا وإيطاليا أن الكحول يواصل تدمير الدماغ حتى بعد 6 أسابيع من توقف الشخص عن تناوله وتعاطيه. ونقلاً عن بروفيسور من جامعة برشلونة، وجدنا أن الخلايا العصبية للمادة البيضاء في المخ تظهر علامات تدهور وانحطاط بسبب التسمم بالكحول حتى بعد 6 أسابيع من التخلي التام عن تناول الكحول. وخلال فترة التجربة قام العلماء بدراسة بيانات التصوير الرنين المغناطيسي لـ90 رجلا نقلوا إلى المستشفى في حالة تسمم كحولي قوي، وتبين استمرار عملية التغييرات الاكتمالية رغم توقفهم عن تعاطي المشروبات الكحولية. كيف ما حكينا بيضل مستمر مهم التوقف. نعم. حتى ولو لكن مهم التوقف. نعم. المبكر. نعم. خبر لطيف اللي جاي هسه. ابتكار خبز ذكي لمرضى السكري. ابتكر خبراء التغذية في أوسيتيا الشمالية خبزا يفيد في تحسين حالة مرضى السكري، أطلقوا عليه اسم الخبز الذكي. لا يؤثر سلبا في عملية التمثيل الغذائي ولا يرفع مستوى السكر في الجسم، ويتيح الخبز المبتكر لمرضى السكري الحيوية وعدم التقيد بنظام غذائي خاص وتناول كمية غير محددة منه، ولا ترفع المكونات السرية لهذا الخبز الذي ابتكره خبراء الكيمياء الحيوية مستوى السكر في الدم، وهي قادرة على تخفيضه، لذلك أطلق عليه الخبز الذكي طبعا. وقد أعلن الخبراء أنهم سيكشفون مكونات هذا الخبز بعد حصولهم على براءة اختراع وإطلاق عملية إنتاجه تجاريا، ما سيحسن الحالة الصحية لمرضى السكري ويساعد أيضا في تقليص عددهم. رائع، مش بس تلفونات ذكية، إنه كمان خبز ذكي. نعم. خبز تكنولوجي. لحظة تاريخية، الكشف عن أول صورة للثقب الأسود، أو لثقب أسود لأنه في كتير. صحيح، أعلن فريق دولي عن أول صورة لثقب أسود تم التقاطها بواسطة شبكة عالمية من التلسكوبات تمتد من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية مروراً باليابان وتشيلي وبلجيكا وتايوان. وقالت فرانس كوردوفا أحد أعضاء الفريق البحثي أن لحظة الإعلان عظيمة بعد أن كشفت للبشر عن شيء كان غير مرئي طيلة عقود. وأضافت أن الصورة التاريخية جاءت بعد أن تضافرت الجهود الدولية وتعاونت الأمم بعضها مع بعض، مشيرة إلى أنه لم يكن الممكن إنجاز الأمر لولا ذلك التعاون، وأن الصورة المتطابقة تتشابه تماما مع تصور العالم الألماني ألبرت أينشتاين لشكل الثقوب السوداء. لطيف جدا، رح نحكي عن هذا الموضوع كمان في نهاية استمرارية بالساعة الثانية في فقرتنا الأخيرة من هذا النهار، خليكم معنا، هذا بيكون كتير مهم ومثير. خبر لطيف بعطي سمات من الإنسانية وأمل بغض النظر للظروف القاسية لأي شخص ممكن يعيش هيك ظروف. نحكي عن عامل نظافي قرر التبرع بمعظم أمواله للأطفال الفقراء. رغم حصوله على راتب شهري قدره 2000 يوان فقط، تبرع عامل نظافة بأحد الشوارع في الصين بأكثر من 180,000 يوان لعشرات الأطفال الفقراء خلال 30 عاما الماضية. وفقا لموقع أوديتي سنترال، تم تكريم السيد تشاو صاحب 58 عاما كبطل لتبرعه بهذا المبلغ رغم راتبه البسيط. أوضح تشاو أنه سبب بدايته المتواضعة، عرف كل شيء عن الفقر وكرس العقود الثلاث الأخيرة من حياته لمساعدة الأطفال الفقراء مع رعاية أسرته، متذكرا أنه اعتمد على لطف الآخرين طوال طفولته بعد وفاة والده ومعاناة والدته من مشاكل عقلية، وهو ما جعله طبعا يكرس حياته أكثر إلى رد الجميل ومساعدة الأطفال والآخرين العاجزين. بس اللي بيكون بالموقف بيقدر يحس مع الآخر. صحيح دريد، وما أجمل هذا العطاء، ويناقض المقولة القائلة أنه فاقد الشيء لا يعطيه، وهنا كان فاقد ولكنه أعطى بكل محبة. نعم. صحيح. وأخيراً إلى الرياضة ودوري أبطال أوروبا. صحيح، ليلة قوية جداً كانت بين أياكس ويوفنتوس. أوكي، نعرض النتائج سريعاً. بتغلب أياكس على يوفنتوس بنتيجة 2-1 يا إيمان. أما الهداف رونالدو أحرز هدف واحد فقط لفريقه يوفنتوس في الدقيقة 28. صحيح، يعني كان غريب أنه هدف واحد لرونالدو يحرز هدف واحد. صحيح، مفروض لكنه أحرز. تمام. أما المباراة الثانية اللي كانت في تبث في ذات الوقت بالنسبة لمانشستر يونايتد وبرشلونة، تتغلب برشلونة على مانشستر بنتيجة 3-0 لصالح النجم ميسي في الدقيقة 16 والدقيقة 20. أما كوتينيو أحرز هدف واحد في الدقيقة 61.
وجميل مباريات الرياضة طبعاً. أنت برشلوني شكلك أكثر بميل لهناك، مع أنه أنا كمان يعني يوفنتوس شفتك هيك بحب خبر بسعادة، بس مش كتير من محبين رونالدو. ازعلوا يلي بتزعلوا. استنى نختلف أنا وياك، أنا من مع رونالدو. أنا بعرف. طيب دوريت، مثل كل يوم صار الوقت نتابع سوا حالة الطقس ونشوف إذا في مفاجآت. امبارح قالوا لنا أنه في شتاء يعني وتمخض الجبل وولد فأرا. لا لا، بس لطيف الجو، في غيوم هيك نشوف اليوم منيح. حالة الطقس الطقس في خارج الاستوديو. اوكي، سريعا سريعا ما بعد الفاصل شو بيستنانا؟ مبادرة احتفالية اللوز، الفكرة والأهداف. من مجال صحة الأسنان سنعرف إلى ماذا يؤدي إهمال الأسنان. استسهال الطلاق والبحث عن الحياة المثالية. صباح الخير في ساعتنا الثانية من صباحنا غير، متأمل تكونوا مناح وين ما كنتوا بهذا العالم. منذكركم أنه تضلكوا تتابعونا على جميع منصاتنا اللي موجودين فيها، تويتر، يوتيوب، ومساواة شانل، وأيضا وين؟ ضلني أنسى، فيسبوك مفروض يعني فيسبوك وقناة مساواة. غريبين، لازم هيك نرتبهم ثلاثة وراء بعض، ضلك حافظهم بلوك واحد. صحيح. شكرا على متابعتكم لإلنا في هاي المنصات. نشوف شو بستنانا في هاي الساعة سوا. مبادرة احتفالية اللوز، الفكرة والأهداف. من مجال صحة الأسنان سنعرف إلى ماذا يؤدي إهمال الأسنان. استسهال الطلاق والبحث عن الحياة المثالية. نعم نعم، هذا اللي بستنى، اللي بانتظارنا هذه الساعة رح تكون جدا مثيرة. طبعا كتير مثيرة وفقرات كتير ممتعة، ورح نحكي عن إشي كتير جميل. صح. خاصة أنه بعد هيك فترة الشتاء وإحنا مقبلين على كتبوا الربيع. عليه كتير كمان، كتير كتب عليه وإحنا كمان هيك عم نستنى. ولكن في هيك ظاهرة كتير حلوة دوريت بهاي الفترة، اللي هي اللوز، عم بنور اللوز والأزهار البيضاء بتبدع لوحة على الأغصان كأنها فستان عروس أبيض. صحيح. ومن بعدها بتحملنا حبات اللوز المخملية. صحيح صحيح، يعني بجمعنا في هاي الفترات حتى إيمان كتير من الإبداعات والمعارض الثقافية والمثقفين، اجتماعات المثقفين. صحيح. والاحتفاليات والمناسبات، بس ولا مرة سمعت أنا لغاية اليوم، لغاية هاي اللحظة. صحيح. على احتفالية باللوز نفسه، ولا أنا. كان هيك إشي كتير خاص ومتميز يعني، وعن جد غريب. صحيح. بس إحنا عشان نعرف أكثر عن هالمبادرة الأولى من نوعها، ضيفتنا غادة بولوس، مرشدة سياحية مؤهلة وصاحبة زاوية غادة في السوق. صباح الخير، يسعد صباحك غادة. صباح الخير لك غادة. سوق الناصرة طبعاً. طبعاً إحنا عم نحكي أكيد. طب يعني مثير لإلنا، إحنا متعودين اللوز ننبسط فيه ومع الملح بناكل وخلص، وهذا وخلصت والكل خلصت اللعبة، والكل بحب اللوز، ولما بيبس بنفتح بناخذ اللب وبناكل وخلص. صحيح. احتفالية للوز، يعني ما أجمل الفكرة. السؤال كيف تبلورت، كيف طلعت فيها؟ طبعا هي بالنسبة لي هي أكثر أنه أنا أطلع على الطبيعة وأشوف طيب إمتى بتنور الشجرة، وإنت منوكل الثمرة خلال أي أشهر، بعدين أني أفكر كيف بترتبط هاي الشجرة في الشعر، في التراث، في الموروث المحلي، في المطبخ، في اللغة. فبلشت أبلور الفكرة بأنه من مرة لمرة في زاوية غادة بحب أنه أنا أعطي اهتمام أكبر
لمنتوج أو محصول من المحاصيل. وهذا إشي طبعا اللي بيخلي الناس تتقرب أكتر من الأرض ومن الطبيعة، لأنه عادة إحنا منشوف الزهر منور بأواخر أوائل الربيع أواخر الشتاء، وهي أول شجرة تستيقظ. ولكن قديش منعرف عنها، قديش منعرف عن أي شيء بتعلق بهالشجرة بصورة أكتر عميقة. هاي الفكرة اللي رح تعرفين عنها كمان شوي صغيرة أنت هاي الشجرة، لكن نستمر ونحكي عن تبلور الفكرة وكيف تم تكليله إذا بدي أسميها باحتفالية. قبل حوالي 2.5 سنين افتتحت مكان اسمه زاوية غادة في سوق الناصري. زاوية غادة بتستقبل المجموعات والأفراد لحتى نحكي عن موروثنا الثقافي والحضاري. وعلى سبيل المثال، ما بعرف إذا عمركم فكرتوا ليش منقول افتح يا سمسم مثلا. فأنا رحت على المحصول واكتشفت أراضي رائعة يزرع فيها السمسم، ومن هناك بلشت أفكر كيف بربط الزراعة باللغة وكيف بربط الزراعة واللغة في المطبخ، مثل أكلات شعبية معينة اللي اختفت. فنفس على نفس الفكرة أنا بلشت أطلع على أشجار الخروب، على الرمان، على الحصاد. واللوز هي كفكرة هي متابعة على إيش أنا بساوي بزاوية غادة. طبعا إلي شريكة في التحضيرات هي أختي إيفيت، وساهمت كتير بتبلور الفكرة ومتابعة كل الأشخاص المشتركين. بالبداية دوننا كل الأشياء، فحصنا بأي حيز ممكن يصير الشيء، وبأي قديش كبير رح يكون هذا مهرجان احتفالية. طبعا في صعاب كانت في الطريق، وكان على وشك بانه ما نعمل الاحتفاليه لانه ما لقينا ردود فعل دائما من الجهات اللي توجهنا لها، ولكن كان في عزم واصرار وناس داعمه، وقررنا انه نعمله مش مهرجان، نعمل احتفاليه. والاحتفاليه بلشنا ندور على خبراء، مثلا مين مهندس زراعي ممكن يجي يحكي عن الشجره، مين كتب عن الشجره في الفولكلور المحلي. فراح يشاركونا المهندس مغيرة يونس من عارة، راح يشاركنا سعود الأسدي، وراح تشاركنا حنان منادري زعبي من سنديانة الجليل، والناشط الاجتماعي نادر السروجي في حلقة نقاش الساعة 12 يوم السبت. كلنا أسماء رائعين على فكرة اللي معاكم، تحية لإلهن. شكرا، تحية لإلهن. وهيك راح يكون في من 10 للـ 6 الأكشاك، وبين راح يكون في اشتراك لراجح مريسات عازف اليرغول الرائع والمهباج لحتى يطفي أجواء. راح يكون في ورشة للأطفال للأولاد كمان عن عجينة اللوز. كل الأكشاك تتعلق باللوز. هذا بدي أسألك إياه مزبوط غادة، إنه يعني أنا شفت الشريط الترويجي للاحتفالية والدعوة، أو كان كتير حلو البداية الأشعار وربط إنه كمان في شعراء اللي تغنوا باللوز، وأنت اقتبستي كمان الأستاذ الشاعر سعود الأسدي، وقلتي في هذا الشريط إنه الأكشاك كمان مرتبطة بكل إشي له علاقة في اللوز. فسؤالي هو إنه الأكشاك كيف تم يعني الوصول لإلها، كيف وصلتي لهاي الناس، شو رح يكون بهاي الأكشاك، يعني أثرتي الفضول. أنا يعني عندي شوية توقعات، بس أحب أسمع منك أكثر. شكراً. أول شيء بدي أقول إنه هو حوالي 1 أو 1.5 سنة من القراءة حتى أنا أصل للشعر، إن كان الشاعر الكبير محمود درويش، إن كان المحليين أكثر، إن كان إميل حبيب اللي كتب كمان. حتى أتعمق أكثر وأبحث في المجال الزراعي والمجال كمان، فاكتشفت. أعطيكوا هيك نادري، أنا في صابون يصنع في الناصر، فتوجهت للشركة واكتشفت انه زيت اللوز لا يستخدم في صناعه الصابون. فكمان هذا كان تجربه ومعرفه، ولكن زيت اللوز يستخدم في كل مستحضرات التجميل. صحيح. فاحد الاكشاك راح يكون فيها زيت اللوز. كمان كان في اختيار الوقت، كان حتى يكون اكثر الاولاد متواجدين في استراحه، في فرصه، في اعياد، العام الجميع بخير. فحبينا انه فكرنا شو يصنع من اللوز، فعجينه اللوز مارتسيبان تسمى، تستعمل بالكعك. مارتسيبان هي عجينه اللوز؟ طبعا، يعني هي كيف انا بتذكر، انا مرشده سياحيه في متحف للعجينه اللوز. المارتسيبان هو زي وكانه خبز
الفقير باني بالتلياني إذا بتذكر صحيح. لا عم تتذكر صح. فكمان في صار نقاش حول إذا بيكون اللوز الأخضر صار يابس أكثر، ولكن بعض اللوز بعده موجود. مخلل اللوز، اكتشفت إنه في وصفات شعبية فلسطينية رائعة اللي بتطبخ اللوز زي ما بتطبخ العكوب. أكلات؟ طبعاً اكتشفت إنه بتطبخ زي العكوب مع لبن أو بتطبخ مع يمكن حسب مناطق معينة كمان. طبعاً صحيح؟ أكتر في الريف وفي الكرة. في كمان رح يكون اشتراك لحلويات نصروية اللي أنا أصريت بإنه يكون كل إشي فيها استخدام اللوز، يعني لا ممكن صنع حلويات باللوز. رح يكون في تواجد أو حضور أكتر خضري أحد الأكشاك. كمان رح يكون في اشتراك لحلاوة الناصري. فهاي هي البلورة الفكرة إنه وكان في عدة صعوبات لأنه ولا واحد بيصنع بس منتوج من اللوز. لا لا، الجميل من الموضوع إنه عم بتساوي مرة أخرى، يعني مش أول مرة، مرة أخرى إحياء للناصري، إحياء للسوق، إحياء للوظائف، إحياء للثقافة العامة كمان العربية الفلسطينية، وهذا كتير حلو ورائع. بدنا نفوت كمان بالاحتفالية نفسها أو بهذا اليوم، إنه في عندكم حلقات نقاش. حلقات النقاش مع مين رح تكون؟ شو فحواها؟ شو مضمونها؟ أي بعد ناخذي؟ حلقة النقاش السبت هذا اللي جاي علينا رح رح يكون فيها متواجدين خبراء، أحدهم مهندس زراعي رح يحكي عن الشجرة، رح يحكي عن المساحات المزروعة باللوز، رح يحكي كمان مساحات مزروعة اللي عندنا في بلادنا، يعني وين مزروع بهذا المستوى، وين مزروع مين. مثلا على سبيل المثال اكتشفت بأنه الوسط العربي أقل، بعض الناس بعدهن يعنوا في اللوز وبيزرعوا لوز ولكن أقل من السابق، وفي كتير أسباب رح نحكي عنها. النقص في المساحات كمان، النقص في المساحات، الآفات الزراعية، أحيانا كمان الأسعار. رح يكون في حديث عن التجارة العادلة اللي تعنى في المزارع نفسه عن طريق سنديانت الجليل. طبعا الشاعر سعود الأسدي رح كمان يتحفنا بذاكرته، وهنا في هيك وظيفة للذاكرة للذكريات اللي أنا بدي أجرب أني أقرب الناس منها أكتر، لأنه الربط هذا بربطنا أكتر في الأرض. وبالنسبة لإلي كل الاحتفالية هي توقف وهيك أني أطلع على الطبيعة، أني أتواجد مع الطبيعة، أني أرتبط بالطبيعة وما أركض. أوكي كلنا منشوف نوار اللوز وكلنا منحبه، كلنا منحب اللوز الأخضر مع الملح وما طبعاً شابه طبعاً. ولكن قديش إحنا مرتبطين بأنه نتوقف ونرتبط في هالمشهد هذا لعمق أكبر ونتعرف أكثر. رائع، كتير حلو. يعني غدا عم بتطلع على يعني احتفالية يعني بجودة مختلفة، جريند يعني مشهد كتير كبير اللي فيه له تحضير. يعني أنا عم بتطلع عم بشوف احتفالية مبنية على بحث يعني ودراسة كتير كبيرة اللي أنت قمت فيها وقلتي على مدار فترة طويلة. والهدف هون هو هدف كتير كتير جميل، إنه ربط الناس في هذا العالم اللي كتير خلنا نقول سريع وما فيه كتير وقت، ترجعين للجذور. وحسب رأيي يعني هذا يعني كتير إشي قيم وكتير إنساني. والاهتمام بأنه كمان يكون في هاي التوعية اللي كمان خلنا نقول على مستوى المهني الأرض المهندس، خلينا نقول أنت قلت إنه رح يجي يحكي عن الشجرة والزراعة. سؤالي هون هدول الأشخاص، يعني هاي الدراسة أنت قمت فيها وأنت مقتنعة تماما ودائما صاحب الفكرة مقتنع مزبوط، كيف تم إقناع هدول الأشخاص إنهم يكونوا شركاء؟ يعني شعر ومهندس وموسيقى واختيار كمان أكشاك وكله فقط مبلور وممحور حول اللوز. كيف هل كان في يعني تساؤلات إنه يعني في ناس اعترضت، في ناس قالت لا كيف ممكن أو كذا، وأنت حاولتي أو أقنعتي بطريقة؟ يعني أكيد. وكمان في كمان شغلة إنه إحنا في مجتمعنا بحاجة مرات كتير لمثابرة أكبر مع الناس، تذكيرهن. أحياناً بنص الطريق في شخص بيقول أنا صار عندي برنامج تاني وأنت كنت متوقع بأنه هذا المهندس رح يشترك أو هذا الإنسان الآخر رح يشترك. طبعاً في شغل كبير، بس كان في تجاوب رائع من الناس المشتركين للفكرة، وكل كمان المحلات التجارية المحيطة فيه في السوق شجعوا وطلبت منهم كلهم إنهم يبقوا محلاتهم فاتحة، لأنه عادة السبت السوق بسكر تقريبا حوالي الساعة 3. فإحنا بدنا بالعكس إنه نخلي أكتر الإشي متواجد مفتوح. بالنسبة لإلي كان في لا أكتر إنه ثقة، وإذا الفكرة واثقة الناس بتنضم لإلها
بشكل كبير لقينا تجاوب. ما احلى، كتير حلو. احنا شفنا كمان دوريد انه الفنانة سمع شوفاني كمان رح تشارك. مزبوط. سؤال كمان، هي الاغاني يعني مرتبطة في اللوز ولا هون مساحة حرة اكتر؟ اول شيء انا بحيي سما شوفاني، انا نفسي بغني بجوقه وبحب الغناء وطبعا من محل نزيه بقدر احكي بانه انا رحت مرتين على كونسرت لسما في نفس المكان. صوتها جدا رقيق وهي دارسه الموسيقى. طبعا بعثت لسما الاغاني، انا عملت شويه بحث كمان على الاغاني مثل على جسر اللوزي وضحك اللوز. حلو. وطبعا هي عم تتمرن لحتى كمان يكون في، بس هي احتفالية يعني اللي بتوسع أكبر بكتير، مش بس اللوز والالتفاف الجماهيري بتأمل اللي يكون، وفي كتير ناس عم تدعم وناوي تيجي، هو بيكون أكبر بكتير وبجيب الناس للسوق كمان مرة. صح. للمباني. صح. كمان في شغلة دائما بحكيها، صار في زي انعزال نفسي بيني وبين السوق، أنا كشخص كفرد نصراوي أو كفرد من المنطقة. مش عم بلش ينكسر من ودي؟ إيه كتير بلش ينكسر. على سبيل المثال السبت الفائت أغلب الناس اللي كانت موجودة في السوق ودخلت لزاوية غادة وللأماكن المحيطة فيها كانوا من أهل البلد ومن السكان المجاورين حيفا والقرى، فهذا إشي كتير بسرنا. طبعاً بكل تأكيد طبعاً. كتير كتير بسعدنا. إحنا بدورنا أيضاً بندعي كل الـ كل الـ كل الناس إنه تتوجه لسوق الناصري وأسواق مختلفة لإحيائها. صحيح. وما تحطهاش في خانة المكان المظلم اللي ممكن يهدد وجودك هناك كيف كان في السابق، لكن هذا في السابق، هذا الزمن ولا إحنا بجو ثقافي مختلف. وبفكر نقل نوعية أو بلشت، بديش أحكي إنه صرنا، هي رجعت تكون كيف كانت في السابق، لأنه أيضا الناصري كان إلها ومكانتها وما زالت إلها مكانتها الثقافية. طبعاً. نحكي شوي صغير غاد عن الأطفال، إيش ممكن يستناهن هناك؟ في رح يكون كشك اللي هو رح يبيع عجينة اللوز المرتسبان، وطبعا رح يكون في مرتسبان ملون، ورح يكون في مرشدة اللي تشتغل مع الأولاد والأطفال يصنعوا أشكال، ليصنعوا يعني أشكال ويحسوا كمان يرتبطوا بالإشي أكبر. وطبعا رح يكون في موسيقى ورح يكون في أجواء حلوة اللي ممكن كل العيلة ترتبط فيها. في ممكن يكون مشاركة للجمهور ولا بس أنه أنا بحضر مشاهد عن بعد؟ حلقة يعني النقاش تفاعل. مفتوحة للجميع. بيقدروا يسألوا، بيقدروا يضيفوا من الذاكرة تبعتهن، هذا رح يغني الإشي. معناته بدك مجموعة من مدونين هناك، اللي حدا يسجل، حدا يكتب، حدا يصور. أنا بدعوكوا إذا بتحبوا طبعا تشاركوا. ورح يكون في توثيق للاحتفالية نفسها، وبتأمل الناس كمان تصور. وأنا بفكر اليوم أي شخص بطلع جزء من حلقة النقاش أو من الأجواء الموجودة هيك كمان ممكن نتعرف أكتر، الناس تتعرف أكتر عن فحوى. ورح أنا أكيد ألخص الاحتفالية هاي بفيديو أو بأي تدوين آخر للناس تعرف أكتر عن الموجود. طبعاً بيستاهل، أكيد بيستحق. دوريد صح؟ أنا كتير حابة، يعني غادة صديقة من أيامات الجامعة، وهالقد انبسطت لما سمعت عن الاحتفالية وأثارت فضولي إني أعرف شو هاي احتفالية اللوز. فالصراحة أنا لازم أعترف لها، فتت على الصفحة فهي تركت عامل التشويق موجود، فمقدرتش أعرف كل الشغلات، فقلت فرصة بصباحنا غير رح تكون غادة المعلومات. ورح غادة تحكي لنا كل شيء. بس ده المعلومة كتير مهمة دوريد، اللي لازم إحنا يعني غادة نتوجه فيها للمشاهدين ونقول إن وين احتفالية عشان يعرفوا كمان هني يوصلوا وين تبقى أي يوم وبأي ساعة وتوجه لهم دعوة. إذا بتسمحوا لي قبل بس أشكر كمان المصور نيكولا فرهود اللي اشتغل معنا على الفيديو، وكل الجهات اللي دعمتنا في الخفاء وكمان في الظاهر في هالسيرورة هاي اللي راح تكون راح تحصل يوم السبت هذا القادم 20 أبريل نيسان، ورح تكون بين الساعات 10 صباحا للستة مساء، واختتام الاحتفالية مع سما شوفاني الفنانة الموهوبة النصروية رح يكون الساعة 5 مساء. احنا بانتظار هذا اليوم. تحية لسما منا، وتحية لكل المشاركين وكل الداعمين وكل اللي عاطين من نفسهم ومن وقتهم الخاص لإنجاح هذا اليوم أو هذه الأمسية. وإحنا بانتظار كمان مشاريع إضافية من زاوية غادة وكمان من كل المقاهي الثقافية اللي موجودة في سوق الناصرية تحديدا. غادة جزيل الشكر لإلك، يعطيكوا ألف عافية وكل عام تبقى ألف خير. غادة شكرا لإلك، وأنا بانتظار احتفالية الرمان واحتفالية العنب.
حسب المواسم وكل التوفيق. الاحتفالية القادمة اللي منرتب لها إن شاء الله رح تكون تعنى في الحضارة الأرمنية. هو رح تكون في آخر شهر أيار، وإن شاء الله كمان الرمان والخروب في موسم الكرز كمان بأيار. مزبوط أكيد إن شاء الله بدعمكم كمان إن شاء الله. شكرا لك غادة. شكرا لك. شكرا شكرا لك. كل التوفيق. منيح زاك اللوز كتير طبعا أشكاله فتحت شهية على الصبح. مزبوط صحيح. يعني أنا ما بعرف إذا في ناس بتحبش اللوز، مرق معك هيك حدا؟ إلا ما يكون في حدا بهالعالم. بس ممكن أنا ممكن بس فكر إحنا الفلسطينية عشق، يعني قصة عشق مع اللوز. و هاي كانت فقرتنا عن احتفالية اللوز، والآن رح ننتقل لفقرة إبداعنا غير ورقص ومسرح جميل. وأضواء طبعاً عبالك؟ طبعاً بانتظار. إحنا مع فقرة إبداعنا غير مع الزميل أمير خطيب في عرض بين عالمين، نشوفه سوا. التجربة الفنية دائماً بتستهوي شغفنا، شغفنا اللي هو بحد ذاته بوصلة بتوجهنا للتجربة الإبداعية المختلفة. بين عالمين إحنا اليوم. يعطيك العافية أيمن. الله يعافيك أمير. الشغف هو جابنا في إبداعنا غير لعرض من هذا النوع مع شريكتك لينا. احكي لي عن الشغف اللي عندك قبل دقائق معدودة من العرض وإحنا مأخرين 6000 شخص. يا إلهي يا إلهي. أوكي أنا مش عارف شو أوصف، بس أنا يعني مش قادر أوصف كلمات. كل اللي بقدر أقوله إنه أنا صلي فترة أستنى هاللحظة من 12 سنة اللي أقدر أصل لهذا المحل، اللي أنا أكون ليدرشيب لمجموعة اللي حقق لهم أمنيات، حقق لهم حلم، أكون جزء من الباشن تبعهم ويكونوا جزء من الباشن تبعهم ونحققوا مع بعض، نمزجهم مع بعض ونطلع إيش اللي رح يطلع الليلة. فأنا ما بعرف كيف رح يكون ردة فعل الناس. الحلو اللي عم تحكي إنه الرقص صار حلم لصبايا وشباب بمجتمعنا. صحيح. السين الرقص، المجال الرقص والإمكانيات آخر 3-4 سنين عم بتزيد ورح تزيد ورح تضل تزيد متى ما أنا موجود وهاي الجيل موجود وعم تحلم وبدها وعم تسعى حول اتجاه حلمها. صدقني كمان 10 سنين رح يكون عندنا فرقة رقص بروفيشنال من في العالم. بين عالمين، أي عالم أقرب إليك وشو رح نشوف على المنصة؟ أقرب عالم لإلي هو عالمي أنا اللي أنا بتواصل معه كأيمن. رح يطلع على المنصة. رح يطلع على المنصة. أنا أكتر إشي بحبه، شو بحبه أكتر إشي حاسس اللي بتواصل معه، لأنه بيذكرني بلحظات لإلي كإنديفيدجول وأنا راقص وأنا إنسان. الدويت love دويت اللي رح يكون على المسرح، والنهاية اللي هي الثورة. النهاية النهاية لما بتكسر كل القيود بالحب. الحب بيكون هو أساس حياتك، حب الناس، حب نفسك، حب جسدك، حب فكرك، حب عطائك، حب الجو اللي أنت عايش فيه. صدقني السماء هي الحدود. وآخر مقطع اللي هو الريفولوشن، الانتفاضة النسائية الجسدية الحركية اللي كل مرة كنا نعملها بأشعر بدني مليون بالرن بكيت بصراحة. فأنا مش عارف شو حاسس، يعني كاميرات حوالي وناس. أعطيني كلمة يعني وحدي لشو رح نشوف بعد ثواني معدودة. رح تشوفوا انطلاق لعرض اللي هو نتيجة لمشروع على مدار 6 أشهر. كان اليوم رح نحصد شو زرعنا من 6 أشهر، ورح نزرع كمان مرة ونوزع هذا الزرع على العالم كله وننشر كل هاي الرسالة للناس، للعالم، لكل الوطن العربي محليا وعالميا. الحب، المحبة، الشراكة بين أيمن صفية ولينا كمان دياب. لينا شريكتي بالعمل، يعني هي فوق إسا عم تعمل الإضاءة مع معاذ مصمم الإضاءة، وعم تعمل آخر الإشياء للساوند، يعني عم تعمل last touches. فأنا بحكي باسم لينا إنه لينا كمان متأثر كتير،
تنين احنا متأثرين كتير. يو بعرف ايش صعب اوصف لكم شو حاسس يعني فرح كتير 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 مبسوط وبراود بالبنات والطالبات. جميل جدا. رح نترك لهم المسرح في هاللحظات للحب للشغف تبعكم للشراكة تبعتكم وللمرأة ولصوت كثير من النساء بالفعل. بالضبط. احنا وصلنا للبداية، بديش اقول النهاية، احنا وصلنا للبداية وصلنا لأول بريمير. مش حاول اشي مؤثر شيء بس انه بس عم دور شغلة وحدة يمشوا مع اللي قدام طيب؟ حتى لو قدام لانا ما تنسيش تقولي ها ونعيد المقطع لانه انا بشوف الشيء الشيء وصفيت لحالي اعمل ايه جوال يس ده اقول قلتك قدك I love you. لاحظة على صبايا شو بيستنى الناس على المسرح؟ عرض جدا جريء جديد اصلا عندنا. انا بفكر ايمن واللي اشتغلت معه كمان عملوا عمل عن جد رائع. صبايا من هالشكل بيعملوا هذا العمل مع هاي المضامين كمان اللي هي مش مفهومه ضمنا وجدا مهمه بمجتمعنا ان كان مواضيع الجندر والعوالم المختلفه وان كان مواضيع حتى التنمر. انا حسيت فيها بعرفش اذا هذا هو الموضوع بس قديش احنا كمجتمع بنفرض على غيرنا كيف لازم يكون كيف لازم يلبس كيف لازم يتحرك. مبروك. شكرا ايمن. شكرا. اول انطباع انا بكيت انا عم ببكي انا فوق بالبوكس عم ببكي مش مصدق انه هذا عم يتحقق. يعني انا كنت دائما اخاف من هاي الخطوه وكسرتها بفخر. يعني انا كثير فخور من اللي شفته يحرك مشاعري كثير اخذني لورا ورجاني المدى البعيد ورجاني اسا يعني ورجاني كل الاشياء اللي انا ممكن اقدر اتخيلها واقدر اطمح اني اصلها. هاي نقطه بدايه كبيره. هاي نقطه بدايه. عملوا ستيتمنت البنات رائعين. يعطيكم ألف عافية. مش عارف مين مبدع أكتر من مين، أيمن صفية ولا أمير خطيب؟ اثنين مبدعين. اثنين زي بعض كل واحد بمجاله. يعطيك ألف عافية أيمن صفية يا مبدع فنان. إلك ولا كل الصبايا اللي كانوا على المسرح. أنا شخصيا أيضا كنت هناك وحضرت العرض أكثر من رائع
وانكتب عليه كثير هذا العرض، وانا مني شخصيا وايضا ايمان وكانوا ضيوفنا كمان طبعا بكل تاكيد من شد كثير انه الناس تحضر مثل هذا مثل هاي العروض تحديدا بين عالمين. يعطيك العافيه ايمن. امير خطيب يعطيك الف عافيه، شكرا لك على هاي الفقره. اما الان راح جوعنا شوي صغيره، بنحب نتعلم وصفات جديده. ايمان مطبخنا، مطبخنا الخاص مطبخ. لا اسا يعني احنا قبل الاكل اسا احنا بنحكي عن ما قبل الاكل في مرحله وجع اسنان يعني احنا طب لحظه شوي صغيره، الواحد لازم نصلح اسناننا عشان ناكل منيح عشان تاكل منيح. طيب اقنعتني طيب ما فيش اي مشكله ماشي. طيب حاليا احنا مع فقره متخصصه بمجال اللي احنا كلنا اكيد تقريبا غالبيتنا بنختبره، خاصه انه ما في انسان بالكون يعني بتحمل الالم والاوجاع، ولكن في حالات الانسان بيهمل فيها متابعه وضعه الصحي، وخاصه كثير مرات بنهمل وجع اسنان بنعتبره انه هو وجع عام عادي بسيط بيروح منه لحاله. مزبوط بدك السر هو انه التوقيت الصح انك تتوجه لعند طبيب الاسنان وما تهملش وما تكابر بالوجع. طبعا طبعا كثير مهم هاي المتابعه، لهيك احنا في فقرتنا حاليا معنا الدكتور محمد ابو كياس اللي هو طبيب اسنان، ومن خلاله رح نتعرف على اهم قضايا الصحه المتعلقه بصحه الفم والاسنان. وخلينا نشوف هيك دكتور، نبدا معك يعني اول شيء بقول لك صباح الخير. صباح الخير لك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، للشرف والله. الله يخليك. اول شيء خلينا نحكي على اهم الاسنان. احنا بالعاده تعال نحط المقدمه بكل كتاب مقدس مكتوب عنا نحافظ على نفسنا ان كان بالاسنان ولا غير الاسنان. الله اعطانا النفس عشان نحافظ عليها، فالشيء بيأتي بكون شيء بسيط ممكن يصير شيء اللي نقدرش نتحمله ولا يكون له علاج اذا بنهمله بنتركه. اذا بنهمله اكيد. عشان هيك اول شيء بدي احكي على ليش دكتور اسنان غالي، ليش احنا بنروح نقول دائما دكتور اسنان غالي بمجتمعنا بالذات هون، لانه احنا بنكون مثلا عندنا سوسي اللي هي عباره عن مثلا مئات شكلين 200 شيكل مثلا، ممكن اذا اهملناها تصير لطبول شورش ل صاحب عصب توصل 1000 وشوي توصل لألوف. يعني بمجرد الاهمال صار الشيء من ناحيه ماديه كمان. مزبوط طبعا في له اضرار ماديه، في له اضرار ماديه. الاهمال الشائع احنا عن ايش بنتحدث هون يعني دكتور؟ عدم النظافه، التهابات باي مستوى؟ تعال نعددها. مثلا عندنا احنا كل 6 شهور لازم نروح عند دكتور اسنان، هذا الشيء طبيعي، لازم منه فحص ومنه نعالج الكلس. الكلس هو عباره عن شيء زي حجار تتكون بين الاسنان، احنا بننظفها. نتيجه ايش؟ نتيجة بكتيريا احنا بنعيش معها من اول ما نخلق لتنه حتى نموت، بتعيش بتمنا. اوكي. هي كل 6 اشهر لازم نروح عند دكتور اسنان وبنظف لنا اياها، بيمنا اياها. اذا احنا ولا اهملنا هذا الشيء فالشيء راح يؤدي لالتهاب باللثه. والتهاب باللثه هسه في عندنا صوره نحطها كيف ما كان عندنا بالعياده. مثلا اجى واحد عندي كان عنده التهابات باللثه، فاحنا نظفنا له كل اللثه وصارت اللثه رجعت. اذا احنا لقدام ما عالجنا هذه اللثة رح يصير عندنا امتصاص باللثة وامتصاص بالعظم ورح نفقد كل أسناننا. هو هاي بنحكي على الدرجة. هسه بنحكي على السوس. السوس هي يمكن بشكل عام ولا حدا بيعرف او كمية كتير صغيرة اللي بتعرف ايش يعني السوسي، من وين بتيجي السوسي هاي. هي نفس الشيء كمان شيء بكتيريا بنعيش معها، هي انا بشبهها كثير للانسان، هي بتحب الحوامض، بتحب السكريات، وين في سكريات وحوامض بتروح على المنطقة هاي وتبلش تاكل غير. عشان هيك بتأدي للسوسي. السوسي في منها 3 مجالات، في منها مجال بيكون سطحي، في منها بيكون متوسط، وفي منها غميق. اوكي. السطحي هي فيش فيها وجع، هي بس لون شيء بسيط. المتوسط بتكون بالمنطقة العاج، المنطقة الثانية من السن اللي بتحمي العصب، هي هاي اللي بتأدي لما تشرب شيء مسقع بارد، مي بارد بنحكيها بتصير لمعة. أما إذا وصلت للعصب فمجبورين نعمل سحب عصب. إذا السؤال السوس نفسه، السوسة بتدخل لداخل السن؟ هي بتبلش هي وجهتها دائما للداخل للنيري؟ هي أمراض توصل للنيري. هي بتدور على ايش؟ على الدم ولا هي بتدور وين في سكر وحوامض؟ لما هي دائما محلها في بدواء اسنان دائما في نوع اللي بقتل السوسة او بوقفها. فاحنا اذا ما بنفركش فيه او ما بنعملش او ما بنحافظش بضلها تاكل، تعطيها مجال انها تستمر وتتعمق اكثر. بالضبط. دكتور بهذا يعني بهذا المجال يعني احنا بنحكي عن الاهمال وبنعرف انه كثير ناس يعني انه مرات يعني ما بدنا نلوم الكل، ما بدنا نقول انه اهمال، بس عن جد يعني في اكيد اسباب ثانيه، حسب رايك شو يعني اسباب الاهمال؟ مثلا من اسباب الاهمال يعني ليش الناس ما بتجيش عند دكتور اسنان؟ لانه بخافوا.
حاله خوف من الإبرة بالأساس. الإبرة بالأساس مع أنه اليوم الصوت مخيف الصوت أكيد. في كتير في بيقولوا عندي أنا فوقي من الصوت بخافه، مع أنه اليوم طبعا بتطور شوي شوي وصار في كتير أدوات اللي بتساعد المريض من ناحية إبرة من ناحية كل شيء. اليوم الإبرة صار في دواء خصوصي بنحط بمنطقة، أو نحط الإبرة ما يحسش بالإبرة، صار في أشكال تانية للإبرة. احنا نكمل بموضوعنا على سحب العصب. سحب العصب هو عبارة عن كتير علاج كتير طويل، ولك تيجي عند الدكتور يسحب لك العصب، يستنى قبل ما يروح الالتهاب يسكر، وبعدين يحط على كل سحب عصب لازم نحط عليه تلبيسي. ليش؟ لأنه السن بيكون ميت فش له قوة، ففي المحتمل أنه ينكسر شي مرحلة. بعد سحب العصب إذا احنا أهملنا كمان سحب العصب بصير عندنا التهابات كتير كبيرة، نقدرش نعمل ولا أي شيء غير القلع. إذا وصلنا لمحل قلع، في عندنا مراحل من القلع، في عندنا مراحل القلع اللي كنا بنعرفها طحنة العقل اللي هي من أصعب الأوجاع. طحنة العقل الأمراض غالبيا بتطلع غلط، بتطلع على الطريق بالورق بالجنب بالضبط. بتأذي الأسنان لحدها، بتأذي كل الأسنان اللي بغير كل شكل الفك، تقويم السل الفك نفسه والأسنان ترتيبه. ساعتها بدك تقويم ومجبور تقلعها بالأول عشان ساعتها تقويم. يعني كل مشكلة بتأدي لها مشكلة يعني إشي إشي يعني صحيح. زي عم تقول عالم كبير بالأسنان. صح، سحب العصب هاي العملية سيرورتها كلها إيش مفروض تأخذ مدة يعني من البدء حتى التلبيسي والتسكير ونرجع عند الطبيب كل هاي حسب الالتهاب أول إشي، حسب أن التهاب فش أن التهاب، لأنه إحنا لما نفتح العصب فش أن التهاب منسكر. اما اذا عندنا التهاب بنحط دواء بقلب العصب جوا احنا بنكون منظفينه، بنحط جوا بقلب السن بنسكره، بنستنى قبل ما نشوف انه كل شيء تمام. بنفعش نعالج لما بيكون في التهاب صحيح؟ لازم تاخذ مضادات الحيويه في البدايه. دائما في اخصائي، دائما بكل شيء في اخصائي، في اخصائي بالقلع، في اخصائي بالهاي. يمكن اذا ودينا عند اخصائي هو اللي بيكمل بهذا الموضوع، هو اللي بيعرف انه ادوات لازم يستعمل، ايش لازم يعمل بهيك حاله، لانه امراض بيعمل عمليه اللي بيفتح من اللثه وبينظف العصب بعدين بسكر. لا بعد ما نقلع ايش بدنا خلص يعني. يمكن كثير حالات تجين عندي وبالذات اولاد صغار اللي عمرهم 16 17 سنه فجاه عندهم طواحين. ليه؟ عشان قلعوا. اوكي، طب هذا كيف بده ياكل؟ هذا ايش بده يصير معه؟ هاي كثير حالات لازم نزرع. يعني احنا كنا بنحكي على سوسي ال 200 شيكل، صرنا نحكي على زراعات اللي بتكلف. زراعة، شو هي الزراعة؟ الزراعة عبارة عن مادة بنحطها بقلب العظم مكونة من مادة تيتانيوم، هي مادة أكثر مادة ملائمة للعظم للجسم. احنا بنحطها بالفك الفوقاني، بنستنى 6 أشهر بعد ما نحطها، الفك التحتاني 3 أشهر. هو اليوم في صار عالم تحط طوالي، في دكاترة بحطوا طوالي بعد بيومين ثلاثة خلص فيش حاجة يستنوا. بتحكي لي إنه هذا خطأ بالنسبة لي. اوكي، بالنسبه لي خطا، لانه بحب انا يستنى العظم اخذ المسؤوليه انه ما يوقعش الزراعه. ما توقعش الزراعه هاي، سوري، الزراعه هاي البرغي اللي شكلها زي البرغي، هذا شو البرغي؟ بس هاي اللي بتخوف في عالم بتخاف عشان البرغي، عشان احنا بنقول برغي العالم بتخاف. اوكي، ما هي برغي تفكر ورشة بس هي برغي. بنشوف صور دوناد اللي هي مزبوط برغي، برغي بخوف. يمكن من هون يعني دكتور بدي ارجع لهذا الموضوع تبع خوف الناس، انه الناس كمان في اشاعه يعني هي تقريبا حقيقيه انه علاجات الاسنان فترتها كتير طويلة، هي كمان مؤلمة وهي كمان غلبة وهي كمان وكأنه مكلفة. صح. وصار في كمان بدي أخذك على محل تاني دكتور، اللي هو اليوم كل التجديدات في عالم علاج الأسنان، كل التجميل هذا اللي زي ما قلت بيومين ثلاثة، إلى مدى يعني إلى أي مدى هذا الإشي صحيح؟ إنه الإنسان ممكن يهمل حاله ويقول أوكي طيب أنا بروح للدكتور خلال يومين بتنحل كل مشاكلي، هل في إشي على الشكل؟ في هيك إشي، بس الخزفية هي مش إشي منيح. احنا دائما ناخذ الاشياء المنيحه. لما البني ادم عنده سن طبيعي هاي نعمه عند ربنا. صحيح، حرام نقتله حرام نقلعه، لانه الدكتور باخذ اخر احتمال القلع. اما من ناحيه القشور، فالقشور هي عباره عن طبقه كثير خفيفه كثير رقيقه، في احتمال تنكسر باي مرحله. اذا بدك تاكلي شيء قاسي زي تفاحه او شيء في احتمال تنكسر معك، وبالذات يعني انت مسافري ولا قاعده بعرس مشكله. صحيح، مشكلة قاعد تدور على دكتور اسنان يعمل لك واحدة جديدة واخصائي وعلاج من اول وجديد. علاج من اول وجديد، فليش نوصل لهالمرحلة؟ اذا احنا ما نهملش كون عندنا اسنان منيحة، مش ممكن نوصل لهي المرحلة، مش رح نوصل لهالمرحلة.
إسا بدي أحكي شوي عن الكبار بالعمر. كتير بيعانوا من الطقم الأسنان. كتير كتير يعني إحنا بالذات الأطباء منحبش هذا العلاج والمريض نفسه بحبش هذا العلاج. شو المزعج فيه أو يعني الغير مهني خلنا نقول أو غير ملائم لصحة الفم؟ الطقم الأسنان أو بالعبارة بيقولوا له طارة أو شدة في أكثر من متعرف عليه. إذا بنحط هي من عبارة عن إشي بلاستيك إشي مصنع من مادة مش طبيعية. فإذا إحنا بنحطها بالفم ممكن البني آدم يضعف أو ينصح، فالأكيد الطم دي يضعف أو دي ينصح، فيمكن يعني ما هي ملائمة للمبنى تبع الفم. راح تصير ضايقه، راح تصير هنا يحك باللثي هنا هيك، يجي عندك نافخ شوي عنده باللثي، عنده التهابات عنده. اليوم صار في إشي جديد بيساعد كثير المرضى. صرنا نعمل 4 زراعات بالفك الفوقاني والفك التحتاني، 4 زراعات من احنا بنشوف اذا ملائم العظم ولا لا. وعلى الزراعه نفسها بنحط الطقم مع البراغي مع كل شيء. يعني بنحط طقم على زراعه اللي احنا صعب ينقام، يعني كثير المريض بيستصعب يقيمه. يعني هذا تحديث خلينا نقول هذا في تحديث هذا، وهذا كثير ناجح. كثير ناجح، كثير عم يصير منه وكتير فيه نجاحات. حلو. بنصحوا فيه كمان. بنصحوا فيه وفيه كتير نجاحات. نحكي شوية صغيرة كمان على الأمور يمكن المستعصية أكتر كالتهابات اللثة، السؤال كيف بتصير وإذا كيف ممكن أكشف عليها مسبقا إذا في علامات معينة؟ أكيد في علامات لكل إشي. التهابات اللثة هي من أكتر إشي العلاماتها إن احمرار باللثة بصير. دم لما إحنا نزيف لما إحنا بالذات لما نفرك أسناننا بصير في نزيف كتير. ورائحة الفم. رائحة الفم هي من أكثر حالات اللي هي، لأنه في كثير حالات بيجوني بيقولوا لي عندي ريحة تم قوية وهي، فبنفحص إحنا اللثة. إذا بحال اللثة ممتازة فبدها تكون مشكلة بالمعدة، إحنا بنبعته عند دكتور العائلة وبيعمل له فحوصات بشوف إذا عنده كل شيء تمام ولا لا. أمراض مش كل رائحة التم بتكون من اللثة أو من التم أو مشاكل بالسنان، ممكن تانية متعلقة بالمعدة. عشان هيك إسا كيف بتصير هذا الشيء؟ أكل. إحنا لما نفرك سنانا بالليل أو الصبح بفرشاة سنان بكفيش، لازم نعمل بالليل بالخيط. الخيط كتير ضروري، مش محتمل، ضروري ضروري مهم. اللي هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن خيط اللي بننظف بين الأسنان. بين الأسنان في كتير أكل على ما نشوفوش الفرشاة غش طلع، في فراغات كمان اللي الإنسان نفسه يمكن ما هي هاي الفراغات. إذا إحنا من إمهاش رح كتير كتير يعني بالذات الأكل إذا منخليه بريت المايا بريت البراد فترة كتير طويلة مش ملائم ريحته بتصير معفن وهيك، فبفوت بقلب اللثة. بعد ما يفوت بقلب اللثة بس عنا التهابات باللثة ومساعدة بيؤدي لكثير اشياء. دكتور محمد، يعني حكيت عن الخيط كنوع من العلاجات الوقائية خلينا نقول او تفادي المخاطر. في كمان اليوم بنشوف توصيات لفرشات اسنان متطورة حديثة كهربائية، فرشاة بتضخ مي ومنظفة، هل هاي يعني هل فعلا يعني ممكن الاعتماد عليها وكأنها هي كمان وقائية او ممكن تمنع اضرار مستقبلية؟ أنا رجعت وبرجع بقول لك إنه كل ما له العلم بتطور والعالم عم تتطور أكثر. صحيح. وأكثر. كل بني آدم عن بني آدم تفرق، يعني أنا أمرات بكون عندي حساسية بالأسنان مثلاً فأنا لازم أستعمل دواء معين وفرشاة معينة. فعشان هيك إحنا بنروح عند دكتور أسنان نقول له دكتور إحنا إيش أنه دواء لازم نستعمل، أنه فرشاة لازم نستعمل، في فرشاة ناعمة في فرشاة خشنة، فهذا الشيء لازم ناخده من الدكتور هو يعطينا النصيحة حسب الصح الحالة. حسب الحالة، لأنه إذا بنستعمل دواء غلط رح تضل حساسية بتمي مثلا. أوكي. هذا وإذا بنختار الفرشاة الغلط كمان بالضبط. أيضا في الفم عندنا قضية النيري والآخذة بالتقلص وساعتها ببرز السن أكثر وبصير في هناك التهابات بطريقة أسرع. كيف ممكن نحد من بعد سأسأل كلمة مصطلح صح اللي هو التقلص النيري؟ تقلص النيري قلت لما إحنا صار عندنا التهابات بالنيري وبنعالجها شو بنعمل إهمال مرة على مرة مرة على مرة رح يصير عندنا امتصاص بالنيرة. أوكي. امتصاص النيرة رح يؤدي لامتصاص بالعظم. امتصاص بالعظم رح يؤدي فقدان أسنان. يعني إذا بتيجي على الحال للمريض ما يعني بتعمل لك بسنه بتلاقيه عم بيلاقوا. وبهي الحالة بتقدرش تزرع إذا بتصير النيرة أصغر؟ أخصائي، برجع بقول لك كل إشي فيه أخصائي، إذا بنبعته عند أخصائي وما شافش إنه في حل لهذا الإشي فمجبور إنه يقلع ويزرع محله. أمراض بس أمراض إحنا بناخد
من سقف الحلق ناخذ نوع من اللحمة وبنزرعها غاد وبنسكر وكل شيء بيرجع تمام. في حالات يعني انت كتير ما طمطناش، انت عارف انت خوفتنا اكثر. خلينا على البرغي احسن. العالم كثير عم تقول لي خلينا على البرغي احسن، بس عندك سن حرام تروح على البرغي. دكتور محمد، يعني تغير لون اللثه هل هو مؤشر على مرض معين او التهاب او اي خلل عم بيصير بالفم؟ اكيد 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 بيأثر الإشي، وبالذات اذا غير الالتهابات، احنا حكينا عن الالتهابات، غير الالتهابات في دكتور الاسنان ليه بقول لك انا دائما الاهمال مش منيح، لازم نزور الدكتور كل 6 اشهر، لانه في مؤشرات اللي احنا بنشوفها بالتم البني ادم هو بيضلش يعرفها انه هي بتؤدي لامراض لا سمح الله مثل السرطان وهالاشياء. بس دكتور الاسنان يعني بيقدر يشوف هذه الحالات. اذا بنشوف مثلا بقعة سوداء باللثي، او في كثير حالات اللي بنشوفها بدأ مرض، هو بدأ مرض مؤشر على مرض خطير، ومجبورين يعني طوالي نبعته عند اخصائي او عند دكتور العيلة، هو بيعمل فحوصات بيعملوا بالباقي الابحاث وبنشوف اذا نبعته على المستشفى ولا لا. كل نصائحك مهم كثير، كل نصائحك مهم كثير دكتور محمد. نصيحة هيك كبرى اخيرة للاختتام اذا بتحب توجهها سريعا. النصيحة تاعتي كل 6 اشهر لازم تروح عند دكتور اسنان تفحص اسنانك، ولا مرة تخاف من دكتور اسنان. او 3 اشهر يعني اذا بحبه. 3 اشهر برضه منيح اذا بده، اذا بحبه كثير للدكتور اذا بحبنا. اوكي. والاهمال، الاهمال مش بس بالاسنان، انا بحب ايش الاهمال شيء لي، وبالذات بالصحة البني ادم. الصحة تاج على رؤوس الاصحاء. دكتور محمد شكرا لحضورك ونصائحك ويعطيك العافية. يعطيك سعيد. شكرا لك. بنفع ناكل لسه؟ بفكر لو سمحتي ممكن. بعد يعني هاي المقدمة انا بطلع على الفم، يعني صار مختبر تشخيص بطل كثير. بس كل خيط اول خيط مش بس اكل، مش بس اكل، بس لا مهم ناكل، وبعد الاكل بدك طبعا بكل تأكيد. إيمان هي السبب بهاي الفقرة. احنا نتحدث عن فقرتنا الخاصة، فقرة المطبخ من صباحنا غير، وكانت في مطعم مينا. السؤال وين؟ في عكا. نشوف مع بعض نكتف حل كتير حلو. كيف كان بالكواليس مثلا للتشويق؟ كيف كان بالكواليس؟ صح، هيك احنا كشفنا السر، كنا بعكا، كان يعني تجربة كتير حلوة، فقرة مطبخ جدا مميزة حلو. بالكواليس كان كتير ممتع ورائع مع صاحب المطعم المحامي نادر ديب. نشوفها مع بعض. يلا. عشق بين عكا وبحرها وعن خيرات البحر ومأكولات البحرية العصرية رح نحكي اليوم من مطعم مينا بعكا. تابعونا بفقرة مطبخنا غير. قلنا احنا موجودين اليوم بعكا وبالتحديد بمطعم مينا، معي نادر ديب صاحب مطعم مينا. مرحبا نادر. مرحبا. كيفك؟ شو الاخبار؟ صباح الخير. نادر احنا عندكم اليوم بضيافتكم، ونشوف شو محضرين لنا اليوم. اليوم راح نقدم 3 شغلات، نوعين سلطه ووجبه رئيسيه على سمك. السلطه الاولى اللي راح نقدمها ونسويها هي سلطه البستان، والسلطة الثانية هي سلطة الجرجير مع كلاماري مقلي. والوجبة الرئيسية راح تكون فيليه سمك لؤز محشي بخلطة راح نسويها مع بعض، وراح نشويها بالطابون، وبيجي عليها كمان سالسة شغلنا احنا كمان من أسماك. طيب بدنا نبدأ وإحنا هيك نشتغل. رح طبعا هيك نكمل نحكي عن عكا وعن جماليات عكا وعن كمان أكيد. شو الاشياء اللي بتميز السمك والمأكولات البحرية في عكا؟ بشو بدنا نبدأ؟ نبدأ بسلطة البستان. سلطة البستان اللي هي عبارة عن بقدونس. شو مكوناتها؟ بقدونس و مع نعناع. اوكي. رمان، هي سلطة بتكون موسمية أكثر لأنه بنستعملها بفترة موسم الرمان. موسم الرمان، وفيها كمان لوز مقلي. ومنتبلها بفلفل أسود، ملح، عسل وحامض. شكلها كتير طيبة على فكرة. هاي أنا بقدر أعملها صح؟ طيب كتير وفرش طبعاً. كل واحد، كل ست بيت وحتى كل واحد بيقدر يسويها في البيت بيقدر يعملها. طيب يعني هدول بقدونسات لإلي أفهم إنه هاي لإلي الشغل. كيف بدك فرمتها تكون؟ خشني شوي. خشني شوي. طيب إحنا السمك اللي رح نشتغل فيها اليوم، أنت قلت عنا إحنا سمك اللي رح نحشيها.
طبعاً. طبعاً هاي فكرة الحشي، حشي السمك، هل كانت يعني شائعة من قبل ولا هي كمان وصفة جديدة عصرية؟ مثلاً عندنا في عكا في كتير وصفات موجودة، هي في الأسماك المحشية اللي هي محشية بتكون بخضار والثوم والبصل والبهارات الموجودة عندنا، لكن اليوم رح نستعمل شغلات اللي هي جديدة ومواد خام اللي ما بنستعملها عندنا في البلاد، جاي من برا. منيح، أنا بفكر يعني إنه هاي فرصة كمان إنه نشوف طبعاً التجديدات اللي فاتت على عالم الأسماك. عم فكر بقدونساتي جاهزات، هسه بدك تقول لي إيش بعدنا نزيد عليها. بدنا ناخذ نعنع. نعنع ورق ولا كمان نقسمه؟ ورق من أسمه خشن كمان. أوكي. عشان ما يسود. مش مفروض كتير نحط لا نعنع، لأنه النعنع كتير كتير نكهته ظاهرة مزبوط، فمرات يمكن بيأثر على الطعمات، يغلب التاني على بقية الطعمات. بيغلب على بقية الطعمات. طيب إحنا عنا كمان بعد حشو للسمك. طيب كيف بدنا نكملها إسا هاي السلطة؟ حطينا النعنع، البقدونس، إيش لازم بدنا نعمل؟ بدنا نحضر العسل أو صوص العسل. أنت قلت صوص العسل مع الحامض. بنحاول نستعمل ثلاث معالق. ثلاث معالق، اوكي. والعسل كمان عم بفوت على السلطة، يعني المطبخ الشرقي زمان ما كانش فيه هاي الصوص اللي تعمته حلوة، بس هالقد عم نشوف انه كمان العسل عم بصير مكون كتير اساسي بالسلطات، بكمان الطبخات. حتى سمعت كمان انت كنت تقولي انه دخل العسل بمأكولات السمك، مزبوط؟ في طريقة الكرملة كمان، في واحدة من الوجبات اللي هي أساسها يابانية اللي بنستعمل فيه سمك الكود، موجود فيه العسل وموجود فيه كمان صلصة احنا بنستعملها اللي هي بتيجي على السمكة من فوق وبنحط عليها سكر بني وبنحرقها. حلو. هاي الصلصة عندنا جاهزة. هاي الصلصة جاهزة، بدنا نزيدها على عنك اخذها هاي. هاي بدنا نزيدها، بس بالاول بدنا نحط الرمان. الرمان، انت قلت الرمان والكلماري صح؟ لا، الكلماري للسلطة الثانية. للجرجير، اوكي خربشت، انا ما بنفعش اكون شيف. بعدني. بالطريقة. بالطريقة. والرمان كمان اليوم عم بدخل بالسلطة وعم بدخل كثير بالتبولة، كنا نفكر بالاول انه هاي المكونات هي للزينة فقط، ولكن اليوم هي جزء ومكون أساسي من قلب الطعمة، صحيح؟ طبيعي. هون بدنا نزيد كمان لوز مقلي. لوز مقلي. بدنا نزيد فلفل أسود خشن. كمية قليلة طبعاً. طبعاً لأنه الخشن كمان طعمته حادة. أكيد. بنحط ملح ناعم عشان يكسر حلاوة الرمان والصلصة كمان. والصوص كمان، مزبوط. منظرها كتير حلو على فكرة قبل ما تجهز، يعني أنا سميت البستان لأنه كل شيء جاي من البستان. مزبوط. بالأساس الرمان. هي كتير هيك فريش منعشة مبينة. خلط عنك. أنا لأني يعني بقدر أقول إني شوي تكسلت، ما قسمتش كتير بقدونس، مزبوط؟ مزبوط، بس هالمرة مسامحك فيها. هالمرة مسامحني فيها. هاي هي السلطة. كتير حلو على فكرة، منظرها كتير كتير حلو. هاي أول سلطة حلوة عندنا، نقدر نقول إنها جهزات. أوكي، صفي عندنا السلطة الثانية اللي هي سلطة الجرجير مع الكلاماري. إسا مكونات الجرجير، الجرجير بعرف إنه فرمي خشني زي البقدونس. هي فرمي خشني لازم تكون. هاي كتير إشي هوين، يعني هاي أنا بقدر أعملها. يعني 3-4 سنتي بين كل تقسيم وتقسيمة. بدنا نستعمل فلفل ألوان اللي يعطي كمان طعم وكمان لون. هو الأصفر والأحمر، منتبه أنا إنه فيش أخضر، يمكن عشان الجرجير لونه أخضر كتير. لا نادر كنت لازم أنت تبدأ بالفرم، يعني أنا مقارنة بتقسيمي أنا كتير بطيئة طلعت. يعني شوية خبرة. هاي أنا بدي كتير وقت أتدرب أعرف أقسم هيك بهاي الطريقة. وأنا أخذ لي وقت كتير، وفي البداية كمان طبعاً كان عندي كتير إصابات. طبعاً بعرف شو يمسك يتعامل مع السكينة الكبيرة. طبعاً. أنا شوي كنت قلقانة من هاي السكينة، بس دبرت حالي بقدر أقول. نستعمل البصل كمان شرايح كبيرة تكون بصل موجودة. أحمر. البصل شو الفرق الأحمر بين إنه البصل أحمر وبصل من البصل أخف حد الأحمر؟ هون بدنا نزيد طبعاً السماق.
السماء هسه كمان السماء يعني السماء كمان عم بدخل كتير على السلطات طبعاً. يعني بنعرف انه في المطبخ اللبناني السماء هو جزء من يعني اضافه اللي بتنضاف للتبوله، ولكن هون صار يفوت عندنا كمان بالسلطات كتير. ليش بنحط كمان ملح؟ طبعا السماء بنحط مش بس بالسلطات، السماء عندنا احنا مثلا بنستعمله كتير في الطبخات، في كمان مأكولات احنا بنسويها من السمك وبنستعمل فيه السماء كتير. اوكي هسه بدنا نزيد هون حامض معصور وزيت زيتون نسبة قليلة شوي. أوكي. مش كتير أو. مش كتير بتحملش الجرجير، الجرجير ما بتحمل زيت، بتقل وبفكر انه بيدبل كتير بسرعة. مزبوط 100%. قديش مهم هاي التوازنات بالكميات اللي بتنضاف للسلطة؟ بعدين ما ننسى انه رح نستعمل الكلماري المقلي، بدي اغلبك فيه. والكلماري فيه طبعا، والكلماري المقلي طبعا مقلي في زيت غميق. الكلماري بنزيده اخر اشي لانه هو مقلي بطحينة. تمام منظرهم كتير حلو. قديش بيضيف للسلطة؟ تحريك خفيف عشان الطحين ما يشربش كتير من الصوص وكمان يدبل عشان دلها مقرمشة. نقلبك بصحن دل هذا ولا صحن صغير؟ هذا هيك جميل منظره كتير حلو لذيذ على فكرة، ريحتها كتير كتير حلوة. إسا منشوف بس بعد عنا إسا بدنا نشتغل بالسمكة، لأنه قلت إنه السمكة مشوية بدها تفوت على الطابون. إسا بتشرح لنا كيف. هون رح ناخذ جوز بدنا ناخذ عنب كمان حشوة طبعا بالحشوة. فهون زي ما حكينا قبل على المركب الحلو اللي موجود في الوجبة اللي عم بيدخل على طبعاً عالم الأسماك. وفي كمان شغلة اللي هي طبعا الجبنة الفرنسوية هي اللي بيقولوا لها الروكفور، جبنة الروكفور بلو تشيز، الجبنة الزرقاء، وفي منها اللي بيقولوا كمان عنا معفنة. مزبوط طبعا بدنا هاي اللي بتقعد كتير وقت. مزبوط بدنا نحط كمية قليلة منها لأنه طعمتها حادة وقوية مالحة كمان. مزبوط ومالحة. وبدنا نستعمل البيستو، البيستو هو شغلنا اللي هو من ايش مكون؟ البيستو مكون من حبق، حبق وصنوبر مقلي، يمكن من حبق صنوبر مقلي، زيت زيتون، ثوم، بنستعمل جبنة البارميجان معه كمان. كمان بنحط كمية قليلة جدا من الملح لأنه الجبنة نفسها مالحة. بنحط فلفل أسود مطحون خشن وراح نحط كمان معاها شوي صغيرة من الحامض، كمان ليمون. خلطة على فكرة يعني كتير عصرية، واضح جدا يعني دخول مركب الجبنة للجبنة الفرنسية روكفور مع العنب، يعني واضح انه هاي نكهة غربية عم بتفوت على طبعاً السمك. والسمك هو سمك محلي، سمك اللؤز. بس رح نعمل شو بميز السمك؟ اللي بيميز هذا السمك انه حتى في الشوي اللحمة ما بتنشف كتير، بتحافظ على التراوي تبعتها. حلو طبعا هاي الجيب اللي سويناها بقلب السمكة بهاي الطريقة، حافظنا على جلدة، حافظنا على السمكة وعلى طبيعي الجلدة تبعتها. منظرها كتير كتير حلو. سؤال إنه نادر، هاي الحشوة هي فقط تضاف للسمكة ولا كمان يعني إنه عشان تعطي نكهات، ولا كمان بينفع إنه اللي عم يأكل السمكة كمان يأكل الحشوة؟ يعني في مرات بنفكر انه الحشوه هي فقط بس لاضافه نكهه، يعني هي تناسق ما بين الحشوه والسمكه. فطبعا اسراح نحطن بقلب الصينيه خصوصي للطابون من حديد عشان يفوت على الطابون، وبندهنها بزبده حتى سمكه ما تلزق. يمكن نادر هذا كمان تحديث انه سمكه مشويه بالطابون. مزبوط يعني هذا تميز اللي يعني بيرجع لكم انتم. يعني احنا بنعرف انه دائما انواع السمك اللي إنه كلها أكثر في المطبخ العربي الفلسطيني هي أو مشوية أو مقلية طبعاً، ولكن طابون يعني طبعاً. هون دهناها بزيت زيتون، حطينا ملح خشن، وبنحط شوية ملح ناعم، ملح ناعم وفلفل خشن. وما فيش حاجة ولا للطحين ولا لأي شيء، الشغلات اللي معتدين ولا عليها ولا أي شيء. الأهم من هيك إنه هاي راح تفوت لمدة 12 ل 14 دقيقة على الطابون. بالنص الثاني من الشوي إحنا بنزيد صلصة اللي إحنا بنسويها، اللي هي من ايش؟ اللي هي طبعا معموله من مرقه السمك. اوكي اللي بدها كثير وقت، وهي طبعا فيها زبده وطحين علشان يعقد.
بنجمد الصوص، بنزيد عليها مرقة السمك، الحامض بالآخر عشان ما يغير طعمي، وفلفل أحمر ناشف وتوم. حلو. طيب إحنا بنقدر نقول هيك إنه السمكة صارت جاهزة وحالياً رح تدخل على الطابون وبنستناها ونشوف كيف رح تطلع. طيب احنا عم نستنى طبق السمك المشوية وهي طالعة من فرن الطابون، بنشوف نادر جايبها عشان طبعا ندوق مع بعض. كمان الاطباق اللي حضرناها، السلطة، سلطة البقدونس اللي هي سلطة البستان اللي حكى لنا عنها نادر، وسلطة الجرجير مع الكلاماري. وهاي السمكة وصلت. واو، ما اجملها السمكة. رائع، يعني يعطيك ألف عافية. إحنا حضرنا ثلاث أطباق هيك مميزة، سلطة البستان، الجرجير مع الكلماري، وكمان السمكة المحشية. طيب صار وقت ندوق نادر، شو رأيك؟ يلا ندوق. إيش نبدأ؟ بالسلطات. نبدأ بالسلطات. أوكي، سلطة الجرجير والكلماري. أي إنه سمكة عن جد الواحد هيك بيستمتع بمنظرها وبريحتها، كتير ريحة حلوة. صحة وهنا قلبك كلك ذوق. طيب الجرجير، هاي مشكلة إنه الأعشاب بتكون كبيرة. كتير طيبة عن جد. واو السمكة، أنا مستعجلة على السمكة، بدي أشوف هاي الخلطة قديش مميزة. رهيبة التعميم عن جد، يعطيك العافية نادر، كتير زاكي. شكرا كثير على استضافتك. هيك بنكون احنا وصلنا لنهايه فقره مطبخنا غير. شكرا للمتابعه، نلاقيكم بفقره جديده. صحة وهنا. صحة وهنا إيمان. السؤال، أنت أكيد ذوقت وأكلت، كيف كان؟ كان طعمها رائع جداً. جد؟ جداً جداً. طبعاً أنا حكيت عن الخلطة المميزة اللي من العنب والجوز وجبنة الروكفور، بس هذا لفتح الشهية فقط. فتح الشهية. هذا مطبخنا، وإحنا كتير بنفتخر فيه ومنحب نكون هناك كمان، طبعاً لأنه بنأكل دائماً هيك كمان. هذا من وراء الكواليس. مطبخ مليان ألوان ومليان طعمات ومليان مأكولات، لكن في مطبخ من نوع آخر اللي هو بيصير فيه خليط ودمج بين المشاعر ودمج بين المشاحنات ودمج تخبطات، كمان بنحكي عن الأزواج تحديدا. صحيح صحيح. رغم أنه الكل بيطمح أنه يكون موجود بعلاقة زوجية مثالية، ولكن مش دايما بيكون في عنا ضمان وبيحظى بهاي الفرصة. صح. والصراعات بين الزوجين بتأثر كتير على جودة العلاقة والحياة. صحيح. ما بين مطرقة الخلافات وسندان البحث عن الكمال في العلاقة، البعض بيوصلوا لطريق مسدود تماما وبيضطروا يختاروا الانفصال لفض النزاع. وبما أنه هناك ازدياد لظاهرة الطلاق، صحيح دوريد بوافق معك كتير، ولكن كأنه في الجو اللي عم بيصير بهالأيام في حالة لاستسهال. صح. الطلاق والبحث وراء الحياة المثالية. للحديث عن هالموضوع معنا السيدة سلمى جبران، شاعرة ومستشارة تربوية ومعالجة أسرية. سعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا صباح النور. أهلا أهلا فيك، يعطيك العافية وصباحك خير يا رب. شو اللي عم بيصير؟ كيف ما حكت إيمان، في استسهال صار، في كتير هوين إنه نسمع وهوين إنه يصير حالات الانفصال والطلاق زي اللي عم بيكون الترند، زي إياتا الترند موجود بهذا العالم. شو اللي عم بيصير؟ طلع مراسيم الزواج هي مراسيم نوعا ما خيالية، مراسيم يمكن كل فتاة وكل شاب بيحلم فيها، بيحس حاله ملك للحظة، ليوم ليومين، عندنا الأعراس العربية لسبعة أيام كمان، فبيطلعوا من هاي المثالية أو بنزلوا من هاي المثالية لعالم واقع. طبعا الواقع مش زي المثاليات، في حياة معاشة، في قرارات، في صراعات، في احتكاكات، كلياتها هاي الشغلات ممكن تؤدي لصدمة الواقع. خلينا نقول الصدمة، أنت عم تحكي لي يعني بالذات لما بيكونوا الأزواج حديثي الزواج. نعم. فبتصير عملية الصدمة. نعم. بس إنه اللي عم نشهده كمان في أزواج اللي هني بيكونوا مع بعض فترات وسنين، ربما بوصل لعقد حتى، وبصير في هذا الفض أو بصير هذا الانفصال مع موجة الانفصالات اللي عمالها بتصير.
شو اللي عم بغير؟ هل هو الضغط الجماعي ممكن يكون، أو الإنترنت والسوشيال ميديا، أو الشائعات، أو الزن وتوت بالأذن؟ في كتير، هذا بحر كتير واسع، بس شو أكتر إشي مسلط عليه الضوء اللي بيخلي الانفصال يحدث بهذا العصر؟ أول إشي العلاقة الزوجية هي زي رقصة التانجو، ترقص بتبرم لكل النواحي، بتتمايل، بتعمل كل الأشياء اللي لازم تعملها برقصة التانجو، ولا واحد بدعس على إجر التاني، ولا واحد بوقع التاني. منيح التشبيه، كتير حلو. ففي رقصة التانجو هاي يا ويلك إذا واحد دعس على إجر التاني. قصة تقبل الآخر هي عملية تغير أو سيرور التغير طويلة جداً، مش كل واحد بيصلها، بدك وعي ذاتي كبير حتى تقدر تتقبل الآخر كيف هو، وما تأخذ الإشي اللي عمله كأنه عامله خصوصي عشانك. فهاي الشغلة عملياً بتسبب لاحتكاك بين الأزواج، ممكن الواحد يسكت عنها، ولكن السكوت عن الشغلة براكمها أكتر وأكتر، وكل ما تراكمت كل ما العفن تفشى أكتر، وطبعا الإشي اللي متعرض للشمس أكثر مستحيل يعفن. فمشان هيك السر، حسب كثير أبحاث أنا قرأتها لما تعلمت، السر هو بؤرة عفن بين الزوجين وحتى في العائلة. قديش بتكون الأمور مكشوفة أكثر في داخل العائلة، قديش بيكون الوضع صحي أكثر. عم بفهم صراحة وحوار صريح على الأغلب، ممكن يعني يكون هاي كشعار، ولكن أنا عم بحكي عن سيرورة. طبعا سيرورة على مدار يعني من بداية العلاقة، على مدار سنين. ما أنت ذكرت في حديثك أنه ممكن بعد 20 سنة يطلق. لا، حتى اللي ذكرته أنا إسا ما كانش كشعار، أنه الصراحة المفروض يكون دائم. طبعا طبعا. ست سلمى، بدي يعني مع المقدمة الكتير قيمة اللي أنت حكيتيها، طبعا أكيد ما في زوج بيفضل أنه يوصل لهاي المرحلة ويكون في هذا الشقاق وهذا النزاع، وبهاي الأيام بما أنه عم نسمع كتير كتير استسهال، شو هي الأسباب؟ يعني هل الأسباب هي يعني مثل ما قال دوريد، هل هي التغييرات الاجتماعية فقط، أم كمان في قضايا تانية مثل الزواج المبكر، الزواج السريع، يعني ما في فترة تعارف كافية بين الأزواج اللي ما بتخليهم طبعا يفهموا طباع وطبائع بعض عشان يقدروا كمان يعملوا هذا التناغم، ويعرفوا كيف كمان يوصل لمرحلة الحوار ويتفاهموا. شو الأسباب اللي أدت لازدياد هاي الظاهرة؟ أنا بفكر قبل السوشيال ميديا كمان كان في طلاق. أنا بفكرش إنه السوشيال ميديا هي اللي مؤثرة، يمكن تكون عامل مؤثر صغير ولكن مش هي المؤثر. الكسل العاطفي والكسل الذهني والوصول للمثال بأسرع ما يمكن، تقدر تعتبريه قاعدة. بالضبط، من وين بيجي هذا الكسل، وشو هو المثال الأعلى؟ المثال الأعلى تقدر يعني أنا فيش عندي إشي اسمه مثال أعلى يعني. بالضبط، فاهم علي؟ فكثير ناس بيعيشوا يمكن بسبب الطقوس اللي عملوها وقت الزواج، وبسبب العيلة، وبسبب كتير أمور، بحسوا حالهم لازم يكونوا أسعد زوجين. فيش إشي اسمه أسعد. أسعد من مين؟ أنا بدي أكون سعيدة أنا مقارنة بمين بما معناه. بالضبط، يعني الوعي الذاتي اللي لازم يتوصل إله كل زوج من الزوجين هذولا هو اللي بيضمن زي ما قلت أنت الصراحة والكشف عن الأمور ومحاولة حل الأمور قبل ما تتراكم. صحيح. وتكون شخصك طبعا. نعم. ست سلمى، كمان يعني بنعرف بما أنه الطلاق أكيد أمر غير مستحب، وكمان يقال أنه أبغض الحلال دينيا، ولكن أو ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. صحيح 100%. فطبعا معظم كل هاي التغييرات اللي عم بتصير بهاي الفترة كمان عم يلاحظ دوريد، يعني إنه حتى كمان على المنظومة الدينية في تغييرات وفي تأثيرات، هل هي أصبحت كمان أكثر مرنة مع حالات الطلاق؟ يعني زمان كنا نسمع إنه لا، في محاولات للتسوية، في محاولات للإصلاح، دائما إنه كأنه لا، فكروا كمان مرة طلاق قرار كتير صعب، بس اليوم عم نشوف يعني
في استسهال، في حالات ازدياد، حالات الازدياد عم بتقول انه عم بتوافق على الطلاق بالمؤسسات الدينية، فهل كمان هاي المؤسسات اليوم ترى عليها هذا التغيير وهذا التأثير في انها صارت مرنة اكثر مع هذا التعامل؟ انا بتطلع على الطلاق مش من منطلق مؤسساتي ولا من منطلق ديني، انا بتطلع على الطلاق من منطلق دينامية معينة مفروض تكون بين الزوجين اللي هي مش موجودة. طبعا هذا كتير يعني هاي الدينامية هي اللي بتأدي للطلاق هذا. وأنا بفكر إذا بناخذ إذا كان كلمة أبغض الحلال أو ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، وبنعمل منها محور للتغير الذاتي باتجاه الآخر ولتقبل الآخر، لأنه عملية تقبل الآخر زي ما قلت لك مش عملية هوينة، طبعا هي عملية ذاتية، يعني عملية تقبل الآخر هي عملية ذاتية وهي شغل على الذات اللي بده وعي ذاتي كبير جدا طبعا وعميق. فالوعي الذاتي الكبير بيوصلني أني أتقبل الآخر حتى لو أنه عدوي مش بس زوجي يعني. ففي هون نوع من وهذا اللي قلت لك عنه، الكسل العاطفي والكسل الذهني اللي إحنا ما من وظف كثير وقت إله، يعني عمليا إذا خرب عندك أي إشي في البيت أو إذا خرب عندك أي إشي بالبيت مستعد تصلحيه، صحيح، ولكن إذا العلاقة خربت نتفة صغيرة أيوه أبصر شو صار، لأنه العلاقات يعني الإنسانية ما مستعدين نوظف جهد وعلاج وبحث عن الموضوع. حل عني، عندي شغل، حلي عني، أنا بآمنش بهاي الشغلة، أنا بآمن بهاي الشغلة، أنا فتحت عيادة سنتين وهيك كانوا يقولوا لي أيوة. بدوش يجي بلكي بتقنعيه. صحيح. أوكي، يعني إذا نتحدث شوي صغير على مستوى استطلاعات أو أبحاث بقبعتك اللي موجودة فيها اليوم حضرتك، يعني هل في أبعاد معينة للطلاق السهل ممكن إحنا نسلط عليه الضوء؟ هل في سيرورة معينة اللي إذا بدك تعتبريها بين أقواس كشعار عشان ندخل بالمضمون وصفي معين؟ كيف يعني؟ ما فهمتش عليك. للطلاق السهل، للانفصال السهل، إيش انفهمت؟ أوكي، الانفصال السهل عمليا هو انفصال يحدث بين بني أدمين سريعي القرار، بني أدمين بدرسوش أي خطوة أو أي قرار بيعملوه، بني أدمين مش مستعدين يقضوا كل هذا الوقت يبحثوا مع بعض، بزهقوا أو بزهقوا أو بأمنوش أو في عندهم كثير شغلات أسباب اللي بتمنعهم إنهم يبحثوا، يعني حل تصليح شيء تأخذه عند واحد بصلحه هذا هو روحته، ولكن تصليح العلاقة سيرورة كثير طويلة طبعا تأخذ سنة سنتين مركبة أكثر، مركبة طويلة. كمان حكيت أنت عن نتائج الطلاق، نتائج الطلاق عمليا بتكون إلى حد ما فيها ظلم وغبن للأولاد، لأنه الأولاد بحبوا أبوهم وبحبوا أمهم وبدهم اثنين مع بعض. ففي زوج سألني شو ناقصهم أولادي، بقول ناقصهم أنك تكون حدهم، تكون حدهم، ناقصهم أنك أنت وأمهم مع بعض تكونوا، يكون في أهل. وفي عندي ولد كان أنا كمستشارة تربوية يعني كل حلمه صار له أبوه وأمه متجوزين 10 سنين، كل حلمه أنه أبوه وأمه يرجعوا يعيشوا مع بعض. طبعا هذا واحد من الأثمان الباهظة اللي كل العائلة بتدفعها، كمان الزوجة وكمان الزوج. أكيد في أضرار، ولكن يعني الطلاق إحنا قلنا هو موجود وعم بيصير. توصية أخيرة منك ست سلمى قبل ما نختم حلقتنا لليوم. أول إشي أنا التوصية الوحيدة هي الإنسان يشتغل على وعيه الذاتي، يشتغل على تقبله للآخر، بتفيده خارج مؤسسة الزواج. يعني لا يمكن لعلاقة زواج بدأت بالحب إنها ما تكمل، لا يمكن. بالحب الحقيقي. صحيح. سؤال، كيف تكتشفوا هذا الحب الحقيقي؟ قبل ما تفوت على السفينة هاي وقبل ما تغرق. بالضبط بالضبط. هو ممكن اكتشافه، ولكن مهم المحافظة عليه. لأنه كيف أنت حكيت، بدنا نختم بهاي بعد إذنكم، كيف ما أنت حكيت من شوية صغيرة إنه قضية إنك تتعرف عليه أو عليها
بيكون يعني المفروض انه في فتره تعارف. طبعا بس فتره تعارف بس اكيد بس مش كثير صح، مش دائما كافي، مش كثير صح، لانه حتى ما بعد الزواج في بيصير في اختلافات كصيروره الزواج نفسه كذا. طبعا بعدين العيش المشترك بالزواج. احنا ما في عنا عيش مشترك مساكنه قبل الزواج طبعا، وهي شغله كثير ما في شيء ثابت. الشعرة والمستشاره التربويه والمعالجه الاسريه سلمى جبران، شكرا لحضورك معنا. شكرا لكم. شكرا لحضورك. كل عام وانتم بخير. شكرا لكم. كل عام وانتم بخير. الله يخليكي. طيب هناك في مشاكل بين الازواج، لكن المشاكل بيناتنا احنا مع جمهورنا اكيد فش. اكيد ما فش طبعا اكيد، أكيد. وبهذه النغمه المتفائله دوريد بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، نتامل تكونوا استمتعتوا معنا، فقراتنا كانت عديده ومتنوعه، انتظرونا غدا بنفس الموعد، الى اللقاء. سلام.